بخو تتعب المتذوقون والله لعلم مثل ما فتنت على القوطي لافتن عليك اي والله النميمة شينة صار معك نميمة انت الحين انت الحين قفيتهم هي النميمة اثنين لا هذه الغيبة غيبة النميمة مش واحد لا شو الفرق النميمة انك تنقل الاخبار بين الناس الغيبة الغيبة انك تذكر سيء الناس او شيء عن الناس بالشكل السيء انا ما ذكرت شيء سيء يعني. الا تقول انا اطبخ وبعنات يشوف اشوف بعنات ويقيم نعود والله فيك ولا وزيدك ها المقدم الفقرة من خالد حام على خشمي على خشمي ثلاث اصابع ثلاث اصابع شوكولاتة والله لا اعلمهم والله لا اروح اشوف جدولك متى والله لا ابلغ انا بكره عندي مطبخ بكره انا اخبرك اروح اقول لهم بكره اي بروح انام اصلا ما بي ارقد لا وعدنا بكره بلا بنام ما بي تدخل مطبخ بداري لاني بروح حاضر المطبخ بقول السلام عليكم قال لي ما ابو ماجد البارحه من راى منكم منكرا فليغيره وانا رايت من ابو ماجد منكر وعلمته بلساني اذا الحين بعلم هذه النميمه اللي تقول عنها الله صادق هذه النميمه هذه صادق انا اعتذر خلاص خلها بيني وبينك برضو بعلم لا نميمه ما تبلغ الله اكبر تحدني يعني علمك علمة تردها علي الحمد لله عليك من الله رضوان وعفو وعافية أخوي شعوبة ما إلى إذا ما تطلب مني أربع ولا ثلاثة ولا ما كنتش خالد أنت كلام سوي قرقر هنا جوا إيه قرقر جوا طبلة يعني يبقى حذرك وليه؟ هذا منير منير أخو جده إيه؟ ابن خاله عمه ومنير أبويا أبويا إيه؟ أبويا منير إيه؟ أم منير إيه؟ ماما منير إيه؟ أخو ماما إيه؟ ونعم ونعم فيكم في بس هذا كوفيل ما في كويس فهد معين ما تبكيش يا سعادة البيت ده انا دامي مشكلتي مع بابا قد ما يطل ابراهيم انا اول تبكيش ما يبكيش ما تبكيش فهد ما ايام بكات 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 هذا عرض صغير بكات بكات هذا زر كربان بكات وش عرض منتج هذا هو لبس ما في ما في كويس هذا اسبوع جزره هو يلبس جزره هذا هذا مسله دجاج إدام هندي مو ثوب ملون لابس لي برتقالي اسمع يا سعادة البيه هذا بخات ده الناس بيروح يزرعوا شعرهم وبيزرع عارض برا المملكة سوي زراعة هو ايه؟ هو في خدينا في هنا ما في شعر هنا في شعر زلف بقصوص هو مشكلة وجه عارضة رسالة نوكيا جزء من نصف 10 سنة مقدم ما في كويس طب شيء عارض يا أخي لازم تسوي عن عارض ولا انت وين شغل بالحية سعادة انا في ادخل مسابقة الحين هذا زد رسيدت زد ايه؟ زد رسيدت ترقيت ولا ايه؟ زد رسيدك زد رسيدك زد رسيدك دبي شو كويس حلو دبي زيد الرسيد ولا ايه؟ ده انا بطلع بزنس ولا ايه؟ زد رسيدك هذا في مسابقات حلو حلو مطبخ مع ابو ناد شيف كويس هذا ابو ناد سوي طبخه لازم في خويس خويس هو دايم في خويس يعني بفهم منك ان من جنبها هو شيف كبير بس في خويس خويس ودويس لازم سوي خازوق هذا سمسم اكله لازم يخوش شطحه هذا اكله كويس ولازم شطحه لازم يعمي الدنيا هذا شطحه مبتكره مبتكره بس هو ده عامل هنا نجمتين واشياء كثيره عامل نفسه وشيف واللي ده شرطه شرطه هو مسك مسك السجن هو شيف واللي هو شايف ما في شيف بعدين بقول لك حاجه هو في شوف ما في شيف هو ارشيف وليس شيف بقول لك حاجه ده هو احنا اليوم
كم الهاشتاج؟ احنا 54 يوم ولا 55 55 يوم يا سعادة الخان، وهو لبسه زي ما هو ما غيره. ما عنده لبس يغير الأسود، أسود أسود نفسه. هنا في بقعة من أول يوم نفسها ما تغيرت، أنا أمس ما هي. أمس والله في خوف. أنت كلام أنت هذا 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 برايم 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 مغص. أنا والله هنا في مشكلة بطل. أنا أكثر كل نفر بكي سالم فيرو. سالم والله مين كريم. سالم هذا سيارة مسيح مسيح والله سيارة. يسعد سوي قهوة سوي كرامة. بقول لك حاجة، ده سالم رجل رجال شجاع وشهم، حي عينه كريم. حي نباك والله. الله يحييك يا رب. تداوي فجأة إن الله بعيد مني. من أبها ذا المشوار قاطع الحجاز قاطع النيل قاطع النيل داخل على النيل. طرنت قص قصة بدل ذينا جيت شرف السودان من البحر الأحمر يقولوا كذا إيه لا لا بقول لك إيه أنا أمس في البرايم والله أنا في الركب. أنا يوم شوف أنت سوي هذا مسكرة سوي هذا مشروع جنوبي والله مية مية والله أنا كلام أنت مية مية. هذا شاعر أربعة خمسة خويش كله أبيات خويش خويش خويش. أنا والله أبيات قوي جايداني أبيات قوي إنسى يا أنس أبيات قوي سالم أبيات مرة قوي. هذا كلام أختي أخو ولد أختي ولد. إيه أنت حرت عليها. قلت الطق في رأسي ولا في شخص؟ أنت حرت عليها. أقل أقل يعني. المهم أتكلم كنظرة البرايم. شفنا المشاريع شفنا الأسئلة بان كل شيء. أعتقد أنه بان من اللي خلاص في خطر. اللجنة التقييمات ما ندري عنها. عندك ولا عندي؟ أما 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 نوقف سالم وأعلنوا إن إني أنا راجع. والله ما دريت إنه وإني ما توقعت واحد منهم وياكلني قلبي. حسيت إنه سالم. قلت ماني راجع. قلت ماني راجع لأن يرجع سالم. والله أنا ما بيكتب. قدر الله. أنا أحبك. أما لا أنا أسئلة جاوبت على عشرة بعطيك كلمة. أنت حرت عليها. أنت حرت تركب نحميد على نجد. حلو يعني شخص صعب أوك أبا علوك. والله إني أحبك أنت واجد. وش رأيك في القصيدة؟ اليوم أتقدم إيه قحطاني ولا سعد القحطاني ولا نصر الحربي المغري. المغري اليوم تحطي وحظك متحضرين لأن أخذنا مطعم ولا تماس ولا شاروخان ولا أي حاجة. حتى المويد أنا بأخذها مين. أبغى أسوي مغري. سوي مغري. مغري يلا سوي مغري. سوي مغري. خركوش فركوش شيل خالد ودي أبها ارجع شرقية عند صديق حسن جيب قرية. خركوش فركوش كلام لازم رصيد 60,000 رصيد. هدره هدره هذا موري هدره قلبك هدره هدره عم بيهدرش علينا ومغير بيقول لي. ومن أنا قلت له يوم جاء صاحبي حسن وأخويا علي قال لي 3,000 قلت له 100 وافق. إنما إيش وإيه إيش المكاسرة دي؟ تذكرني بابوي في الحلقة حلقة الخزام بيقول 100 بيقول له 5 ريال بيوافق. إيش المكاسرة دي؟ هذا مغري ولا إيه ولا بسطة إيه؟ يعني إيه هو سوي مباراة؟ قلت إيه سوي مباراة سوي هذا بيع فشار بي عصير بي والله استغفر الله. هذا كله نفر. انا مية مية مقدم
ميمي وليد وليد قشران فكر فكر, فكر 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 سوي نوم من سوي مغص سوي مغص انت كلام انت براي ما شفته مغص انت مغص انا ما تف... ما ادري ايش يقول كله نفر مغص فكر مي يا وليد قشران والله مي مي فكر مي مي كله مقدم عندك فارس بشيري مي مي ذاك ذاك كان انت نفر مالوم من زمان بالعزيز سعيد مي رجع صعيدي بسم الله الرحمن الرحيم هذا رجع صعيدي ده انا رحت معاش انت الصوت افقع طبله ما في ايه ما يرفع صوته ليه اهلا بخيت بخيت خالص اهلا بك بخيت على اساس انك شو على اساس انت ايه يعني ايه يعني عم بتهزرش معايا ولا تبي اقوم ايه على اساس انك صعيدي انا صعيدي ولا ايش لا يعني؟ والله انت عصيدي انا عصي حلوه يا بخيت حلوه مين اضحك يا دب ليش ما تضحك يا بخيت تعرفوا معي يا اخي شو الاصوات هذه بخيت هذا اول كفيل بخيت بس انا كلام ما يبغى بخيت انا روح بندفنه احسن من بخيت ليش يعطي فلوس زياده؟ ايه بندفنه فلوس زياده الحمد لله شبان يا اخي هذا ازعجنا هذا هوا شو قلبت جنوبي هو في في بعيد بعيد كذا قص 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 بحر احمر يجي من ابها انزل حجاز يا صعيدي صعيدي بالمنسك صعيدي من ابها ده انت بخيت شرفتنا في السعوديه ده انت شرف تقيل للصعيد عبرتني زين هم كذا متعافين هم كذا متعافين والله طبي الحمد لله انا الحين فلوس زياده انت شو شغل مدير؟ امسك خمسه مزرعه برسيم انت ياكل برسيم ولا ياكل برسيم؟ اكل ووزع اشوف ما شاء الله متين زياده الحمد لله شعير 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 هذا شعير 100% الحمد لله انا اخو هذا معلوم فهري اخو هذا انا شو له شغل ترى يذكرني معلوم يذكرني بالتجار اللي يون دبي كذا تجار عرفت ما راعي الفلوس هذولك حقين الكفرات اللي بيبيعوا كفر الهيلوكس اطارات ده هو اللي يجيك يوم الجمعة ويتكشخش ويروح يصلي ده هو نفس الكشخ بس يبدل نفس الكشخ الحمد لله يا اخي المايك هذا يا جماعة مزعج يا اخي هذا الصوت سماعة سماعة مكبر سماعة انا يا سعدت البيه بخيت انت من دولة عظيمة يا بخيت يا بخيت يا بخيت بخيت ولا ايه يا بخيت بخيت ايه ده انا ما بخش حاجة اسمع اسم بخيل بخيت 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 كل ما تبغى تتذكره تذكر العطر ده انت اذا بخيت العطر تتذكر بخيت انا ماما شو برنامج كلام هذا بخات بخيت أنا كلام لا ما في بخيت بخيت هذا إمارات لا بخيت عرض كامل ما حصلت الغير البخات دمه الغير في فارقة لا تشوف حس تقول هذا بخيت تقول أنت من بخيت قلت بخيت شبه قلت اللي معه في حد معين قلت لا البخات يا يوم البخات أنت باكستاني ولا إيه أي والله رجعت ولا إيه شوي سوالف سوية عبد الرحمن يطلع راسه شوي أنا أسمع أمك بخات وتفرق بين بخات وبخيت تقول اللي فايل قوي
صغار كبير في السن وانتم تتكلموا في قصة قولوا لنا ايش حمضيات ايش الشيء يخبيه وهو حرام وريال عمره فوق الثلاثين ارفع ضغطه yeah. ارفع ضغطه ارفع ضغطه فهمت حاجة ولا فهمت حاجة يا مرحبا يا ابو حمود عد الخطا والسير وعد ما 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 مطرت وعد من حج وصام وصلى وركع وسجد ودعا وعد من خلاص ارحب بالصعيدي ارحب ترحيب المطر مرحبا هيل بكمال بقى عد السيل مرحبا لي سعدت البيت تري بخيرين نفت خشمه تدري بخير نعقوم اللي كنت بوح يا ولد والله ما ارتاح لك ولا ارتاح سامي بطل الله والله ما مش رقيت عليك والسلام الله يا رجال الله العظيم امك تقي كم انا انسو علومكم عامل ايه يا ولد شو الشغل ده يا ولد والله انكم ترتيب والله انكم ترتيب ما شاء الله تبارك الله ترتيب والله وجه بابا لا بابا انا اوه ايوه كده شقي انت ما بتهزرش معايا ده انا بكسر راسك انا الناس بتعمل نفسك انا اعمل نفسي بعمل نفسك بسوي حركه هذا هذا يذكركم من تخيلوا تخيلوا هذا كثلاجه دعوا نفسك صالح مكسر ولا ايه دعوا نفسك صالح مكسر تسرقش الموية بتسرقش العصيرات ولا ايه صالح انا عارف كل حاجة فضيعة على قلاقل دقيقة يا حج يا حج انا اقول شيء حقي شايفني يا باشا يا باشا انت جاي تقول عليه ام اوقف وانت بتكلمني يا باشا هو قال لك كلام عني صح؟ قول لي تاخذه ولا تسمع من طرفين؟ طيب قول ليش كلام ده انا اللي عرفته عرفته ازاي؟ انا عرفته من حركة الخشة بيخشها ده انا عرفتش عرفت انك انت من نفسك تضربنا بالخزرانة ولا ايه؟ وانت تعملش تخشخش العصيرات بمخباك وتعمل لك ايه؟ علي بابا علي بابا كده رمام كده كده رمام رمامي هدي شرطه قول لنا يا صالح قول لنا اللي بخاطرك يا سعد ما ادريش ما قصر مو ماجد يا رجال بمايد مسكين والله انا سكي سكين ايه سكين بصل هو سوي زبنة زبنة ازبن ازبن لا شوف عامي نفسه ميت شوف شوف ما يعرف يحط بالله مثل كذي انا قاعد اكل قاعد اكل وشوف صالح راح وراء علي في المطعم شوي طلع انا شوف الحمضيات هني ازعج انا هذا اقول له يا اخي سجل علي حمضيات هذا سارق سؤال هل انت زي عندنا في مصر بينتشر لنا مقطع في مصر اعمل نفسك ميت اعمل نفسك ميت ده انت عملتها يا صاحبي اقول لك شيء هل السارق يجي يشرب اللي يسرقه قدام الرجال ولا لا؟ بعد ما انكشف دقيقة خل هذا كله يا انا عبد العزيز المطلق خلنا نسال يا رجل بقى مسقعه شوي شيه ولا مسقعه تعرفها؟ اقسم بالله لاسميك مرسال القريه نقنقتك والله دباب الخريه سعدت لا اللي يلقى الاخبار شو اسمه؟ دباب الخريه اللي يلقى دباب الخريه دباب الخريه هو شو اسمه؟ اللي يلقى الاخبار يا هذا بتخليهم زكي يا شيخ لا عطني اسم يلقى الاخبار صدق عطني يا اخبار زين يا عبد العزيز المطرق وياكل عندي قلت له عبد العزيز باقي كل منه عندي حقي كان شوي ما قنع تعرفه دب يحب ياكل وايد قلت له اخبار غير ما صدق ما قلت له زيده مسقعه راح وزاد وحط له وايد قلت له كيف تحط له وايد هذه وجبه جديده سجلها عاري يلا صالح داوود انت اسمك اخبار القريه تنقل اخبار من والله جلط عبد العزيز تنقل اخبار مات قلت له زيد حط عليه هذا كيف تعطي انت هذه وجبه كامله؟ كيف انت زيده معلقه مش زيده صحن كامل هم مشترون تعطيهم السيناريو ايه قول لنا يا صالح يا صالح وين رايح؟ تعمل ايه؟ صالح وين رايح؟ يا كافي المويه اللي بتاخذها من نقل العصيرات بتاخذ هذه بحمود يمين بالله ما تروح يا صالح يمين بالله ما تروح
انت يا رجال انت نجم وكبيرنا انت ما تروح عني ده هو بيوضع على طول ما صدقش احد يزامه انت ايه خفيف ولا ايه روح يلا روح تقول لك تعال خلاص تعال والله اقول لك والله تيجي اهو يمين بالله تيجي والله اقول لك خلاص روح ولا اقول لك تعال ولا اقول لك روح ولا اقول لك تعال او او ابو انت بت تعرف محمد يا رب والله ما تروح شيطان والله ما تروح ايش يبغى بالله يطرف عليك يا ابو سوي اتفاق تعال سوي اتفاق انا يبغى اذا انت تعمل سوي اتفاق سمسم مع محمود لبه 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 بسوي اتفاق انا بس اخبار القريه لا اسمعك صوت لحظه ولا اسمع لك صوت اي شيء تسرقه ما تباني اتكلم فيه عطني قاسم اسمك اخبار القريه براي لا لا شوف انا انسان اشوف المنكر احب اغيره صح الله اكبر لله ذرك اغير المنكر غيره بلسانك اما تسطع بيدك الرجل ذا ينقل اخبار صادقه وغير صادقه ينقل اخبار شوف شوف الحين ترى بيروح الحين عند دلبج وبيعطيها علومنا كلها وعقب يروح لبن دعير من هناك عند قهوه بيعطيها علومنا كلها ما خلي احد اليوم لازم يغطي الحدث كامل شو الفائدة أنا أبو سمرة ليش موجودين؟ اعترف سمسم أنا في ديرة أنا أنا سمسم أم زكي خان أم زكي خان إيش تسوي أم زكي خان؟ أم زكي خان شير قرقي انا ما افتن انا اشوف الخطا اشوف الخطا انك اكبر فتاة لا شوف صالح انت ريال كبير وشوفك والدنا في الغري تخيل نحن اللي نقضي في بيت عقب السرقه ما عاد هو والد ايوه عشان كذا اقولهم انتم مغتشيتوا بصالح انت اللي دعشر القريه يا رجال انا اقول من يشيل الاغراض من الكباتات والامور هذه توقع انت عامل كل يوم نفسك كشخه ولا ايه ايوه وانا طيب وانا اللي اضربكم على الصراحه عندي ميع ميع كل اللي عندي ميع توحش توحش ايوه سهلين سؤال 10 يوم مية مية واحد يوم ما في مية مية مين؟ في سوير سرقة في بيخماش جوكر مين في كلام كثير مين انت انا ما في مضبوط ما في مضبوط شوف اول حاجة واقف ما بتخليني اشوف حاجة هنا ولا ما انت مريحني والله انت والله ما انت من وين جبتها يا سعادة البيت ذي الورقة دخل هنا انت وضحها يا رجال عيونك ما تعامى يا رجال عيونك اذا كنت لابس نقاره ما اشوف نقاره شو اسمها هذه النقاره نقاره نقاره الخشب اللي والله نقاره الخشب ايه يطلع عملها علمني بسالك سؤال ما شفته ما شاء الله هزان صالح بعد الحلال دحني لا الحين تمدحني عقب ما قطعتني عقب ما قلت بي كذا جيت تمدحني الحين والله مدحك كله مدح فيك يا ولد انت ما حد ابغيه منك يا ابو معد شوف الحين بنحاول ننظف السمعه بعد السرقه والمغالط اليوم ايش في فقرات فقرات الفقره الرابعه والخامسه لا يا ابو مساواه تكلم معه تكلم معه شوف قال تنقدوه ما تم هذا لكن قال كلمه جباره قال خطوه يعني كان الخطوة ضمن القصيدة والله يا كلمة 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 فوق المستوى الطبيعي فهد مطر فهمها فهد مطر والله فهد مطر فهد مطر في البداية والله حسيت يسبني يوم يقول قفا توقعتك بتروح مثل امرؤ القيس او كذا ثم صرت لا هو يقصد انك بتروح على الاقلام انا شفته انا شفته بجو قصيدتك جو قصيدتك انا ايش؟ ما التفت عليك الا وانت ذكي اي انا عدتها ثلاث مرات قفا انا اصلا حاط المطل على عيونه صاد منه ايه صاد هو كان يسولف انا طلعت على المنبر وهو يسولف مع مدري من وانا ادري ان هذا حافظ المعلقات او حافظ القصيد دائما يستشهد بالفصيح والما طلع ما انتبه له هو من اللي بينتبه لا وفي شيء ثاني قلت قفا نبكي قفا عند قريه الرصيد ترى مي باول مره كذا مي باول مره اجل يسولف واعيدها الثانيه يوم جت الثالثه في التفت علي وينشد ايوه بس خليني أجل يجي واحد مثل محمد الدعيرم القائح واضح انه صاحب القصيده يقول اذا كان لك شيء غريب شو يا رجل القاء بن دعيرم في القصيده مستحيل احد يلقي ذا القصيده باحساسك يعني ماني مؤدي انا من جايك شيء غريب ثاني برايب عندك انا ياك حيلان
هيك اعلان ثاني ابراهيم. انت سبحان الله البيت اللي قلنا فهد مطر بيعجبه البيت. ايش قلت لك؟ قال والله انا يوم قال لي فهد مطر وشو رجع تعيش او كذا الكبار كبار. ايه الله. واذكر ابو سالم قبل نطلع قال لي انا سمع القصيده قلت خلقنا على الدنيا كبار ونموت كبار ورجال تعيش وموت هذا العرب راحه. قال هذا بيعجب فهد مطر وهي بيت شويه لو حن وهو يتكلموا اللي عنده قال فهد مطر البيت اللي لا عندك بيت سد بيت سد سد مارب ايش يقول؟ احفظني ما خدمني شو اسمه الحفظ. اي الحفظ هو اللي يجيب القاء. ها لو سد مارب ينهدم لا والله مو بشعر منادى. ايش رايك فيك ابراهيم كلي قصيد؟ اكتب ابراهيم قوي. اي النقد ننقد القصائد اللي قلناها نسولف فيها كلها. امس ابراهيم اسماء قويه اداء صفر. صح افضل اداء يمكن بين الشباب عبد الله بعدين خالد الشمراني. صح الباقي الحفظ. اي الحفظ جاء فيها اشكاليه قتلنا. وحقه الفهري جاء فيها اشكاليه كبيره. الفهري بس عرف يتعامل معه مع اني تراي ضحك احفظ القصيد احفظ قصيدتي على طول بس اللي يخرب عليك من كتبني القصيدة ثم تطلع منها بيات تركب بيات تضيف بيات تحذف هذا اللي صار. ما عندك تحذف. أقول هالبيت أقوى ألا هالبيت أحذفه خلني يزيد بيت يطري على آخر بيت والله أنه قبل البرايم يمكن بعشرين دقيقة أو ثلاثين دقيقة أضفته أنا مسمع القصيدة أبو سالم وما كان في هالبيت الأخير اللي وأنا اللي حدوه القوم بالصار من البتار وهو صامل إلا ومات ما سلم سلاح. الله 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 سلم سلاح آخر قبل يمكن بعشرين دقيقة انت طلعت تقول اخر الاعدادات في المخ تكهرب. لا في الاداء بشكل عام حتى سالم ترى قصيدته قويه. ايه سالم قصيدته فيها شعور كهذا إيه في الجنه وكاف لا لا قصيده فيها شعور بس اداء والله انا يكتبه احنا واقفين الله يذكره بالخير يكتبه احنا واقفين يا رجل ما له لاي ما يمدي حفظ والله احنا واقفين قدام الباب يكتب البيت الاخير. يا يوسف والله ما ودعته والله سلمت زينك طلعت الا الورقه كلمته سلمت عليه ما عليه بنروح له انا وياك الحايل باذن الله. والله والله من المرجل عز الله انه فارق الصف رجال يوم يقول الرجال يعني حزن عليك انت وانا اذكر بيت الرجال يقول رجال وابكي على الرجال وش فيها ما فيها شيء لا صرت فرق الريجيل ترى فرق الريجيل معاشر الريجيل يوجد رجال اوكي على رجال شو يقول؟ يا عيوش قومي لابني الصرح رجال أوكي على رجال وش فيها؟ بيت لا ويلامس معناه فهمت؟ فيه مو شوف مو بكل فرق رجال وطلوع ابراهيم ببكي واقوم ابت بكبك لا بس فيه طابع واحد يصير مثلا انا ويا عمر طول عمرنا هنا تجي اما كل من طلع بكيت عليه مصيبه ذي لانه ما تستدعي البكاء هو ما طلع يا الربع من الجنه لا لا عادي عادي لا عندك عادي بس انا اتكلم عن مزاجي انا ما اتكلم عن مزاجي حتى لو مثلا بكيت على اكثر من شخص كلهم غالي. اي والله يا ولد انت متخيل الحين ثلاثة انت متخيل انه طلع من الجنه ترقد وتقوم وانت في وجهه انت طلع من الجنه هو ابو اخوك يسافر عنك شهرين ثلاثه ما بكيت ابو سعد لا والله لك ترى الله حلف بس ترى اخوك ما تجلس معه مثل جلستنا مع بعض والله لا والله والله ما تقعد يعني تحب ان الرجال ذول اغلى من اخوك جوه 24 ساعه انت معاك السالفه في الحب ما لها بالاخو بالحب تحب الرجال يا رجل في تضارب بفسر لك شيء ابو سعد دي البرامج انا يمكن مخطئ لكني انا هذه قناعتي البرامج اللي مثل كذا تحس ان عليك ضغوطات او انت في مضمار في ضغوط وجالس تعيش مع المجتمع اللي معك بقرب ما تعودت عليه انت في حياتك يعني بدون جوال بدون شيء وتقوم تصحى مع طبيعي انك تفقد الالفه هذه اذا جاء مواقف بينكم مواقف اي تحس انك شوي نقص شيء ممكن يسحب كلامي بس انا اتكلم عن مبادئ لا وجهه نظر ترى واقعيه يعني عقلانيه بس انا اتكلم يعني بمبدا انا رجل راعي مبدا يا ريجي يا اخي انا اخوي مبارك اغلى منه ما في يسافر عني شهرين واكلمه واستانس وهو بخير ما علي يرد يرد طيب هذا شنو الموضوع ترى ما ادري شنو انا اقول البكاء لا طلع الواحد في البرايم هذا منطقي ايه لا انا اقول لك شنو الموضوع الحاصل الموضوع يبي له تشخيص نفسي بالمقام الاول مو ايوه دخلنا ابو دعين بالدهاليز الحين لا لا والله مو دهاليز والله لا لا صادق والله يا اخي العاطفه عاطفتك في البرنامج متغيره صح عاطفتي انا كمحمد صح انا متغيره
تغير عاطفتك. متغيره وانا شايف عاطفتك وبالدقه. والله العظيم بالمجهر اشوفك، ما شفتك ابو سعد يتكلم ترى بكلام عقلاني. اشوفك بالمجهر عقلانيا جدا، عاطفه إيه؟ موجوده بس عقلانيا ادري والله. يعني على سبيل المثال ماني ابي اذكر في نفسي انا يوم دخلت البرنامج ما توقعت اني احزن على طلعه احد. صح يعني. حتى انا والله العظيم ما توقعت اني احزن. مطلوب انا ما اتكلم عن انا قاعد اقول خلي المطلوب. انا قاعد اقول لك انا عن نفسي ما توقعت اني احزن. طلع وين رايح؟ فرد البيت. ايوه هذا قصدي. هذا هذه فكرتي انا. والله العظيم انه صح في شيء نفسي تغير. ايه يوم طلع يا ولد ليش؟ اول شيء اللي في البرنامج مو هو اخوك. رجال عرفته في البرنامج. رجال لا طلع يمكن يروح تنومه وانت بترد الكويت. يعني ممكن يكون اخر لقاء بينك وبينه. عرفت؟ هنا ترى 50 يوم. هنا تنفي طيب تنفي المبادئ. اذا انت بتبكي عليه مستحيل انك ما تجي في تنومه. انا عمر انا ويا عمر داخلين برنامج توصلنا عقب البرنامج كم مره؟ فوق 20 مره. ليه؟ لاني انا صداقه عمر مبجله عندي. جد بواصلك وسناب ارد عليك وترد علي ونسولف. اما سالفه انه اذا راح وبختفي ما عاد ارد فلا تستدعي اني ايش احزن. يا رجال اتكلم بالمنطق. اذا بيروح ولا عادني بكلمه ما يستدعي اني احزن. والله انا شيء انا ما اتكلم انك بتنشغل بالمنطق. تفسيري لغه المشاعر تفسيرها صح. انت فهمت مو تفسيري. عقلانيا انت صح. مشاعر ما ادري ايش السالفه ما ادري ايش يصير. ممكن تلخبط كل شيء الاعدادات تتلخبط. يا اخي يا اخي انا اللي كنت اشوفه مثل مبادئ انت ابو دعينه بس انك بديت المواقف والصلف اللي مر عليهم والله هذا انا ما اي انا ما اقول لا انا ترى ما اقول لا انا ما اقول انا الصح انا اللي لا 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 انا اتكلم بمبدا عندي واضح. صديقي غالي طالع يا لهاله انا في تذكر بيتي يقول تساوت بعيني جميع الخيارات راجع لداري فرق الداري بس راجع لداري. فانا ما رجعت الربع رايح الجحيم انا رايح لابوي ولامي ورفيقي اللي طلع رايح لابوه وامه. ترى بعض الاحيان ابو سعد فيك فهمت فكرتي؟ شوف انا بقول لك شيء بعض الاحيان يجيك كبته وضيقه ضيقه ما لها دخل في خروج المتسابق. كبته الدجاج ولا لكن هذه شغله اخرى ممكن تخرجها بطريقه تثيرك هذه اللحظه. ايوه هنا طلع الاول والتالي. شوف هنا اسلم عليك. هنا هنا الله يعين هنا صح. انا الحين افهم اللغه. تقول انا مكبوت مكبوت وجد اللحظه الشعره اللي قصمت الظهر وطلع وشوف تراك ترجع بروح جديده من جديد. انا الحين اتفق معك في الموضوع ذا بس انا اتكلم عن هذه لحظه. سويتها انت كم من يوم جيت؟ ثلاث مره. انا اعرفك حزن طبيعي انك بتسوي 10. انا اتكلم انت انفجرت كم مره؟ انفجار ادري هذا الصح. انا هذه اللي يفهمها لغه المشاعر بس مو كل منها ذا قلنا يلا. انت شوف جوابك اللي قلت لي انا رجال المنطق امشي مع المنطق. جواب في بلاغه في بلاغه انك تقول يا عبد الله 50 يوم مكبوت تجيك لحظه اللحظه هذه تجي فيها الاول تطلع عشان ترتاح مثل اللحظه هذه. ايه والله انا لاحظ تري وش تركي الفيصل تركي انفجرت انفجرت ذاك اليوم. ايه مع ان وانا شفتك انفجرت غير هذا الانفجار الناري. بعدها طلع مشعل وشوفه غالي جدا عندي ابو شايع يستاهل. ما كان الوضع حزن فقط. لا علمك ايش سويت انت؟ انا طلع الكبت كله. سالم امس نفس الكلام طلع الكبت. انا لو طلعت راح تفقد اثنين اشهد. ابو سالم براس ابو سالم لا ابو مكين. الله عليكم السلام. الله الله لا والله اعطاك جواب قال ابو سالم براس ابو سالم. ايش اثنين جواب؟ كان عمرك طويل. ايش اثنين جواب معلم الحكي؟ تخليني ابكي بدري يا ان شاء الله. طيب يبغى لها كوب يا ابو سالم لك فاقده للامانه. انت رجال تملى المكان اللي تجي. اشكرك. اتكلم جدا ما في تزلل. تملى المكان بعقلك طبعا. صالح نعم يقول والله يملى المكان بعقله. مخ الرجل ثري. ليش وتحسب نفسك صاحب قصه؟ بس عجبني تفسيرك. حليت لغز عندي. كان غائب. والله ترى يعني هو كذا. ما يتحلل الا كذا. انت حليت لغز عندي غائم. اوكي انا مضغوط جت لحظه ابغى افرغ. اوكي بس افرغ اسبوعي. لا لا وربع ساعه واضحك. ليه؟ هو كذا. ايوه صعيدي بطلبشي كذا. صعيدي بطلبشي. ده امي امس كلمتها يا فيصل.
ايوه ازيها انت والله خرقتني العبره اسمع دي العبره كلمت شي امي امس مش العبره خنقتني اللغليل اللغليل اللغه كلمت امي امس تدري ايش قالت لي يا نايف قالت لي يمين بالله ما طبت فم اللقمه يين انت فزت تقول من والله تقول ما نامتش الليل انت الامهات يتابعونا ويتعبوا علينا بتقول لي ايه تحداكم بتقول لي ايه قالت ايه بتقول لي من اول ما يبدا البث لين يتقفل وانا بشوفك في الشاشه اقول لك ايه كمان اقول لك ايه قلت لي اقول لك حافظتكم كلكم ايه واقول لك ايه قالت لي من بيدخل بالمسجد اول واحد ومن بيطلع اخر واحد ان شاء الله حافظتهم كلهم ده يقول لي بتقول لي ايه تحداكم تقول لي ايه ده بتقول لي خلك زي عبد العزيز راجل طيب اي والله تقول خلك زي عبد العزيز عبد العزيز ما شاء الله بس منفعش عليه الصلاه دايما اول واحد ده ما تقدرش يا خالي والله عبد العزيز له يعني شكل وكاريزما ما تقدرش عليه عبد العزيز خليك على طابعك انت قلبك ابيض ما اللي عمل هيك قلبك ابيض لانه سهل اهلا قرفته بالحار اهلين دقيقه اخونا نايف هذا المقاول ما راح عليك الناس عالقني قبل ده العمد الله يخرب مش انا يا ساعات انا عندنا عمد هو يشبه لك فلوسي ونحشت ده انا عمد الحين انت خمده مو عمده خمده حلوه هذه خمده والله انا عايز اخمد والله بيتهزر والله انت من وين يا سعاده البيه من الكويت كويت انا سامع قبل فتره اغنيه للكويت حلوه عجبتني والله ما كسبتش كل خالص انا من قبل لا ادخل البرنامج كويت الشيء ما تهزر والله ما تهزر علمني الاغنيه ذكرني ايوه يا كويت يا كويت وداعيه لا اجر الصوت بالله يذكرني والله العظيم اني شغلتها والله لا خليك مصر اوه نسيت ده انا نسيت شي الرويشن يا كويتي يا كويت لا وطنيه ايوه ده هي اغنيه لا 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 الله يا زاد لا ثم ارفع الرايه الشيء يا سمار لا ايش ايه اللي شغلها هني احنا نسيت الكلمات عرفتها اللي الكويت السعوديه لا في الكويت ما في السعوديه الكويت رفرف يا علم اي والله انك احبها ورب الكعبه اللي اسمعها قبل القرار نسيت رجعت رجعتها بها معلش سعادة البيه هي رفرف يا علم يا كويت ايه هي قولها ايش ترى حافظ يا علم حلو ده هي حلو حلو والله انها حلوه بس انا ما احفظها حلو والله ده حلو انا بحبكم يا رويشد فنان كبير والله رويشد كويس احنا نحبكم عندك كريم عبد القادر رويشد المسلسلات والممثلين والشعار ده كلهم من الكويت ما شاء الله لا لا بس عندكم يعني فنانين كويسين ده انا اول شيء اول مره بع اول شيء أول شيء دي أول شيء أول شيء أول شيء ده أنا بقول لك حاجة أول مرة بتعرفش على صديق كويتي ترى أنت تدزني بس أنت تحس منه خفيف لا لا هو جامد جامد العافي ده أنا العمدة ده العمدة يشرب عصب سكر كل يوم شلون أنت قاعد تسولف بس ما تهزرش معايا ما تستعبط ما تستعبط ما تستصعب ايش ما تصعب شيء اقولها اقولها ما تصعب شيء ما تستص ما تستصعب ما تستصعب هاي ايوه ده هي سهل ده من مصر ده اكيد بعرفها شنبك ده ها هلا لو 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 ها اسمع اقول لك بقول لك حاجه ايوه دي بقول لك حاجه انا بقيك الكويت والله اجدع ناس واحلى من يا حبيبي يا حبيبي والله انت حجري انت حجري هاي بس حجري تبني بيتي ببلاش لا لا انت حجري تبني بيتي ببلاش انت حجري انت صاحبني والله بس ما ما تصرف فلوسي ثاني لا لا ما اصرخش كيف اصرخش ده انت حبيبنا الفلوس الاولانيه برجعها لك ما تخافش متى ترجع لي فلوسي الاولانيه؟ ما تخافش ده احنا بنجي نجي الكويت بعد ما نتفاهم يلا 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 يا حبيبي يا حبيبي تم 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 وبقول لك حاجه شنو الاشياء اللي تسويها؟
بعملش كل حاجة. ده انت ايش تبغى؟ بسوي بيت الحالي، ببني بيت الحالي. حلو، يبني بيت ببني ده بالصبح. بالصبح يبني بيت كامل، ببدأ فيه من بعد الفجر. يعني انت شاعر؟ شاعر يعني بتسوي بيت؟ لا لا، ببني بيت وليس الشاعر. بيت حقيقي. انا ببني بيت. ايه بتشتري قصيدة؟ لا ده انا ببني بيت. هو يعرف ده انا خاله. ايوه ايوه ده ده سعودي وخواله من مصر، بس هو من الصعيد. ايوه عامل نفسك ما تعرفش ولا ايه؟ والله ما اعرفش. ما اعرفش انت شكو. شكو ماكو. ده انا عارف. ده انا اشتغلت بالكويت. بالكويت انا اشتغلت بالكويت. متى؟ هي مسرقني صح. طيب الدولاب بيقولوا على ايه؟ قلت كان نايف كده. ايه ده مدري الولد السعنطوطي. السعنطوطي ايوه السعنطوطي. وبقى راجل. بقى راجل ما شاء الله في جدر رصيدك ما شاء الله. ده صار كبير وصار رجال معروف وصار الرجالات كلهم يعرفوه. أيوة. وصار ما شاء الله في الكويت معروف. زد رصيدك 8 ابقى راجل. زد رصيدك 1 كان صغير. كان طفل صغير طفل. أيوة. عامل ايه سولف لنا والله تمام. بس انت ترى انت ايدك ما شاء الله يعني انا متعافي الفول والطعميه متعافي. ما تخسر يدك. ما تخسر يدك يا حبيبي. حبيبي حبيبي قول لي قول لي. رحت ابني بيت ايه حالك يعني من الفجر الى الظهر صح؟ ايه انا بقول بسمنت كذا وبعمل نفسه بسمنت وعرفت وابد الجدار واصفق واصفق بالخلطه واقول بالخلطه ده كله بسيطه ابشرك. ما بيك تسولف لي الحمد لله. ما بيك تسولف لي ولا ابي اسولف وياك. لا ما تخافش. ما بيك. لا لا هو عاد بيهزر بيهزر دي كلها هزار. ما تخليش النظاره معي. لا لا انت سرقت فلوس. انا بديها صاحبي صاحبي لا 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 هذه بس خلاص خل هذه هنا. قول لي يا نايف قول لي. اوه يا صدحت. قول لي ايه اخبار البندوت؟ ما تخافش تسيرك مسج ولا لا تسيرك مسج؟ والله ما بيمسج. قول لي اخبار الكويت والدنيا معاك. زين شو تخلص البيت؟ انا ببدا لحالي طبعا. خلص البيت اي حاجه تبغاها. ايش تبغى اسوي لك؟ انا اسوي لك انا فاضي. بورك هاوس بورك يسوي لك بورك. بسيط انت تبغى شقلب المكان ولا ايه؟ تبغى شقلب كنت وانا جالس ولا ايه؟ انت بتستعزي فيني ولا ايه؟ لا لا انت بتستعزي فيني ولا ايه؟ لا 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 اسف من نفسك ولا ايه؟ قول انا بشقلبك في الهواء. انا بشقلبك وانا جالس. انا شايفك مسلسل رمضان حس صح؟ بحواري تطلع كذا معاك جروب وراك انت رئيس العصابه انا العمدي. علمك حاجه عرض ذاك اللي بيقول سلام عليكم. ايه. الرياكشن ده انا هو. ايه. بالي ابن عمتك. لا لا ده انا هو. ده العمده ممثل يمثل. ده انا بمثل. انت شنو؟ بمثل. بمثل. تعال يا عبد العزيز. ده امي بتقول تعال تعال بقول لك حاجه تعال. ايه. ايه. زين شنو رايك فينا احنا؟ انت ما شاء الله. ما شاء الله ده انت ما شاء الله ده انا لما كنت اشوفك ده انت عامل نفسي من الزرعه. تغيير حاطط. ايه. انت تسمونه تطوير الله يسامحك. انت ما شاء الله يا نايف شاب ما شاء الله. شكرا يا حبيبي. العمده لابس ثوب ازرق. ما تعطيني عشان مدحتك. أه. بتحب الازرق يا عمده؟ ما تكفيش عليك مسعد. قول له امك قالت ايه؟ بس منا بالفقرات. امي بتقول سلم سلم عليه. سلم عليه. امي بتقول بتقول مين؟ سلم عليه. عم الحاج. عليه اهلين وسهلين. اخبارك عامل ايه؟ شلونك عامل ايه؟ ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه اخبار البؤوم وكلهم؟ والله كلهم بيسلموا عليك البؤوم. الله يسلم ايامك. كلهم بيحبونك. امي بتكلمني امس بتقول خلقك زي عبد العزيز. قلت ليه يا ماما؟ قالت عبد العزيز دايما في المركز الاول في المسجد يجي اول واحد. الله والله قالته. قالت والله الله يخلي لك امك يا عم الحاج. يا حبيبي عبد العزيز ربنا يحفظك. ربنا يحفظك عبد العزيز. ايه من الناس. قلت لي يا ماما قالت عبد العزيز دايما في المسجد ده انت بعض الاحيان ما تصلي. قلت لي يا ماما قالت عبد العزيز اول واحد اشوفه في الباس في المسجد ما شاء الله. الله يخليها لك يا عم الحق. الله يخليها ما شاء الله. الله يوفقك. اقول لك حاجه انا بصلي في المركز الاول بس هو دايما صلي في المركز الاول. ده بيغطي على اللي في اليمين وبيغطي على اللي في اليسار. حجمه كبير ما شاء الله ما حدش يشوفنا. بس والله ده يبان يسالني فيه الله من اي زاويه يبان. ده عبد العزيز ما يدخلش المسجد الا ما شاء الله فاتحته فاتح المصحف وبيقرا القران ما شاء الله. عارف اقول لك حاجه؟ حتى الامام ده بيغطي عليه. ده كبير قوي ما شاء الله. ده هو عامل نفسه صانع القرار. كبير ولا ايه؟ نفس الحاجه.
سرقهن. ما خشيت عاد صدق انت عدل. ما زين عليك والله غلط. شو اللي سواه غلط؟ ها آه بس غلط. شوف عيال انا بس استشهد ابو اسامه. ما جات الكاميرات. قلت عند بلا. ما جات الكاميرات. وش تقول؟ بعد مراجعه الكاميرات. ايوه. ايوه. اسمعوا تبريعتي. ثبت الجرم المشهور. انا احساسي قلبي يعلمني يعني. شلون يدري ان تبريعتي؟ انا ما احساسي من دقه قلبك وقلبي يعني. يعني انا مطمئن. هذا اسلوب ضغط عشان طمانينه كبار السن ترى ما تخاف. ما تخيب الصدق يعني. ما تخيب. ما تخيب. مطمئن. لا ما تخيب. الامور زينه. بريء كبرات الذئب من دم يوسف. سيد راجل. صح بس انه طلع من ماخذ واحد. بريء من واحد. طلع ماخذ ثلاث. يا عيني. ثلاثة. والله اني ادري تعكب علي. فيصل. لبيت. ما المايك بابا جبلي بلوت يا عيني يا عيني قولي قولي واو مرة هذا يكون في أماكن ثانية هذا يبي يخوف الطفل ولا شيء يعني تبي تخوف ولد أسامة ولا محمد سوي لها الحصة كذا انتم ايه لكن هذا كنت تلعبون كذا صدق من عندنا طفل؟ اذا عندنا طفل بنطلع الاصوات غريبه ما يعرف غريبه ولا وين؟ غريبه ليه؟ لكن مثل هذه حركات يوسف لا اجين يوسف يوسف اجين هذا خوف في رهاب اجتماعي من المجتمع اي والله هذا يجيب له توحد منهم من الصغار يجيب ما اعرف حتي يبكي الحاله يزيغ من اي حاجه تاتي إيه شو اسمه؟ يزيغ كيف يزيغ؟ يعني ينتزق ها؟ ينتزق شو؟ وشي؟ يزيغ 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 يعني يخاف ايه اشوف يا يوسف لين متى انا اترجم لك؟ خلاص يا رجل يا هم ما يفهموا وش اقول؟ اتكلم عربي انا حتى انا مرات نص كلماتهم ما افهمهم قوس حاجب هذا اللي هذا الكتاب لمين؟ يعني اسبح كذا سباحه حره يعني شفت؟ او اغوص انا احب البركه السباحه اللي تجيك واضحه وما اسبح ما تحب البحيرات اي لكن اللي تغوص وتدري تشوف السمك وش وضعه وتشوف هذا ما كان جوي لكن عرفت مو بجوي لكن عرفت والقصيد لازم كذا حتى انا مو بجوي لكن القصيد جديده ما يصير والله انا من اذكر ايام مو يعني مو بطيء وانت تعرف ما شاء الله يكون تغوص وتظهر وتغوص وتظهر من 18 انا من 18 لا حتى تطلع بالوضع كذا شو تسوي؟ انا فاهمه من واحد بس اجاريه ما جاري فاهم؟ ثم الحين قمت اسبح في كل بحر يقول تزبد وترعد سمراء سمراء كأن الليلة تبي حكمة أينشتاين سمراء كأن الليلة غرتها ترعد وتزبد وترعد نسيتها حقت مدري من يقول القهوة يقول الناس تعشق من في خده خالو وأنا فكيف لي وحبيبي كله خالو فكيف لي وحبيبي كله قهوة قهوة لا كله خالو صح خالو كله سوداء وإذا لازم أكتفي هذا القهوة السوداء قصيدة لأن لي يا صاحبي ونغير الوقت الأسناع يا صاحبي ونغير الوقت الأسناع أنا على أخوتك ماني بلاهي شفني على مش قول ملتاع ايه مش قول اقرب على فنجال دله ومقدع قهوه بدو ما هي بقهوه مقاهي الله تبدل مش قول الوقت ولبس قناع وغير مشاهي مبعدين المشاهي كنا نشوف اسبوع كنا نشوف نمور وذياب واسبع صرنا نشوف البوم صاير يباح الله ليتك تقول بعد صاحبي وغير الوقت الاسناع انا على اخوتك ماني بلاهي قذني على شوفتك قذني عليكم هاي من بت ولاعه يا مرعن وعدهم ملاهي ملاهي بيجيب ملاهي قذني عليكم فنجالها
يعدل تقول لا بلا وضاع تقول تسني داخلا في ملاهي. الله يا قدري عليكم هاي من بت ولاعه ويا مرعن وعدوها الملاهي. الوقت الوقت بدل وجهه، الوقت غير وجهه وبدل قناع وغير مشاهي مبعدين المشاهي. كنا نشو اقرب على فنجال دله ومقداع قهوه بدو ما هي بقهوه مقاهي. ثم رحت فيها كنا نشوف نمور ونمور وذياب واسمع اصلا نشوف البوم صاير يباح. كنا نشوف وشو كنا نشوف نمور وذياب واسمع صرنا نشوف البوم صاير يباح. الله ودي اجيبها هذه كامله سبع ابياتي يا صاحبي ونغير الوقت. جبت شاهي في القصة في ذي انا على اخوتك ماني بلاهي. يذني عليكم هاي من بت ولاع هي مرعن وعدهم ملاهي. الوقت غير وجهه ويبدل قناع وضاعت علوم بعدين المشاهي. والكفو نرقب له على كل مطلع وهذه طبيعة عند كل الدواهي. أقرب على فنجال دله يوسف أهلين وسهلين. لا قلت باب الحارة أهلين وسهلين يوسف. لا لا ربي يرجعني واحد من الشباب قال رحت الموصل قال انا رحت الموصل كذاب لا مو تحدي كل راحه في الجلسه يكون جوع هذا ما لهم خلف غلط 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 مو لازم مو لازم تروح توصل لندن باريس تركيا انا ما قبل بكم من هذا عبد العزيز من عندكم طياره خاصه هذا نايم لا لا هل تحصل المعلومه اذا بتروح صوت عالي توصل هذا نفر لا هذا عصيد منير ها الحين الكلام السالفه اذا قلتوها بصوت عالي بتوصل اكثر منها صوت واطي يا اخوي خلنا راحتنا لا صرخوا عندنا في ديوانيه ما دخلنا الهاوس بعيد عنه والله انه وصل الهاوس والله ما صيح والله هو قاعد يصيح لانه هو رئيس انا العمد يا سعاده سوالفك بيض ما سالتك انقطع سوالفي بيض ده عامل نفسك الطاطا ولا ايه انت طقمك ذي عامل نفسك حلاق ابيض ابيض ابوي ده انت ما تعصبش ده انت دم بالضرب ولا ايه انت امس عملت قصيده حلوه عصيده قصيده انت والله والله عصت ام على قصيده القصيده عصتها بس انت في الاخير انتشتها ما شاء الله عليك نشلتها ده انت قلت وقلت صلوا على النبي يوم قلتهم رحتهم جيتهم لا اله الا الله عذرتهم لعبت اولي يولي وبعدين جبتها صح صح برافو عليك ايه القصيده يا بحبك. يا عمده وين القصيده ده عمل عصيده مش قصيده سمعهم القصيده اللي كتبتها من امبارح انا ولا مين المليحه المليحه وحبيبتي شيله الراح الله عليك ده انت حافظها بسم الله عليك ده انت قلتها خلاص ده انت قلتها ما شاء الله عليك لا غنى وش الاغنيه هاي غنيتها لهم كلكم حبيه ام اوف ام اوف حبيه اللي انت جاي تقول عليه ده انت عارف تفضل يا صالح حبيه حبيه صوتك بيجيب المغص شباب شباب كل واحد يمسك دبه الماي كل واحد يمسك دبه الماي يحطيها كذا يحطها على بطنه ويمشي يسكر حطها كذا ابن ايوه يا حيي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 
نبيلة عريضة، ده انت من نبيلة عظيم، ده انت ما شاء الله عليك حبيبي. ماشي صعدت بيه. احنا نوين الرجال هذا من المزارع، خضروات الى مزارع نخل. تعال تعال شوف هو كله ما شاء الله. مرحبا مليار وحبة بشمس الصبح وبعيد السعودي، تراحيب من محب تأثر يلين الشعر الكصاغه عقودي. تفضل طال عمرك ابو حمود. يا مرحبا ترحيب يلا كمل يا مرحبا ترحيب كلها تراب في وجه من يشناك ولا انت اكرم ازلا حلو هلا بالله عليك هلا بالله ده هم بيحبوك اسمع يا ابو حمود ده هم اسمع ليه هلا بك
أقرب تفضل مليك الحسن يا الفتان. هلا بك في وسط قلب يبيك ولا يبي غيرك. يا سلام. هلا بك يا شي ذا ورد مزيج المسك والريحان، تراني شاعر مغرم وانا في ودك وسيرك. يا سلام. الله يسانكم كلكم والله ما شاء الله. انا بيكم خذ هذه. تفضل. هلا ورحب كراريس وكتب. هذه سبه ولا لا؟ حلوه انا ايش فيها؟ لا فيها علم، فيها علم انه فيها علم. كراريس. يلا انت تضحك، يلا هات وحده، هات وحده. مطر سحب. اي مطر كراريس وكتب. يعني ما اعرف مناسبه اقول يعني خلاص كلها هنا وروح. امام الراعي ببغناه وما حنت على المورد خلوين قطيع الورد بحرف العين ولهب العين خوي كل شي في دام اخوتنا على العاده ولو طال الزمان تيوت عذرتوني بلا زله وعذر منك يا محلى كريم لا وجه امال ما يخصم عليك عادات الكريم اليوم طالبك يا نايف خالد المايك طالبك ما يبدأ احنا بنعلد حركتك يا سعادة البيت. اي حركة؟ هذه حركة ابو ماجد يوم حركة السرائيل. اقعدوا اقعدوا تفضلوا اجلس اجلس اجلس. لا 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 تحط علينا يا ابو خالد بالله انت قلت والله اني ماني مرتاح وجه الله عليك عشان مايك لا لا من بيرش حد يرش صالح المكسر انتم صدقكم لا سريحوا لا سريحوا لا لا سريحوا لا لا ايش بلا مويه انت هذا المويه طال عمرك ريال انا اعرفه وكنت اشوف فيه النظرات والصخاء وش والخصال الحميده مش الصخال الصخال هذه في العزبه الصخال هذه الخصال الحميده أيوه. كنت قاعد اتغدى مع نفسي مع نفسي مستمتع بلذه الاكل لين يا واحد دخل المطعم حلو ريالي يوم شفته دخل قلت هذا بيشتري اللي في الصحون والقدور كلها لكن صدمني فجعني صدم حياتي وطلع بموقف انا يا بخيت ما ابي اطلع فيه ترى سوى دخل لين يا وراء علي يا لين وراء علي علي المطعم. المطعم وفتح الثلاجة وطلع عصير من العصائر اللي في الثلاجة حلو وعلي ما شافه يعني علي ما شافك شو بسوي انت ماسك شو حطه في مخبك ان الله يحب المصريين صح ما يحتاج شكل مخ صح صح ولا لا صح لا حطها هني قدام على بطنه وحط يده الثنتين عليها ومشى وما حد شافه قلت له يا فلان عيب عليك ريال طول وعرض العالم يشوفونك خليني اتكلم وشايبنا ووالدنا تقومنا للصلاة وتضربنا بالعصا وتعلمنا الصح من الخطأ اخر شيء تسرق لك عصير قيمتها 5 ريال طيب قلت له انا ابغي لها الحلال سجل على حساب بخيت اللي سرقه صالح طيب عرفت ايوه هذه انت قلبتوا علي ادري ايش صار وبعدين نكمل ولا تبغى نكتب عليه ولا ايش تبغى انا قاعد اوجه نصيحه فضح الحين قاعد اوجه نصيحه وين كوفي حقي أوجه نصيحة لكل شخص فيكم لا تثقون بهذا الشخص شو النصيحة هذه؟ لا تثقون بهذا الحلو يلا الله يعطيك العافية قصرت والله قصرت خلاص قصرت اجلس يعطيك العافية إذا خلصت الساعة تقدر تجلس بعتني يا خال بعتني يا خال هذول ما يشككون فيني أبدا تدري ليه؟ اخواني العلاقة بيننا وطيدة اقول لا تفلها العب عشرات وخليك كذا تسمع الكلام لا تسوي حواس خذك فيه وما اثق فيك اثق فيك وانت تاخذ من عشرات انا موظف دقيقة دقيقة انت موظف صدق يا اخي موظف كيف تعرف انت مستوعب انت موظف يا رب اقولها وحده اول مرة اشوف موظف ما يدار وحده الصوت انا احد الصوت تفضل ليش تاخذ عصير؟ ليش تاخذ عصير بدون انا تثق فيني ولا تثق فيك انت موظف لا ازيدك من الشعر بيت ازيدك من الشعر بيت انا عندي مو شغل فاتح لحظه عندي مسقعه عندي مسقعه مسقعه اي مسقعه هذه شوي باقي سقعه براسك حصلت ريال جوعان ايش قلت له؟ ايش قلت له؟ قلت له تعال تعال قال هذا ما يكفيني يجيب لي زياده يا ابن صح عندي كبره قلت له يا اخي هذه وجبه كامله سجلها عليه هذا قال اعطني اياها ببلاش انا رفضت قلت لازم تسجلها على حساب ليش دخل هذا ليش ياخذ ببلاش؟ الحين هذا موظف انا قلت له موظف الحين هو انا فيصل وضعني بدون راتب بدون راتب من قال انا بدون راتب فعل الخير على فعل الخير يا فعل الخير بس نروح نرجع
عيب اللي تسوي. هذا فعل خير. تسمعوا تكلم تفضل على محمد يا اخي يا طول العمر اجلسوا يلا اجلسوا اجلسوا اطيع واحد يشيل لحم علي مع الريال لا 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 يقول اسمعها من غير اقول لي اجلس يقول الحق الكذاب يقول الحق الكذاب اجلس يقول الحق الكذاب الباب بيته خلنا نشوف ايش يقول تعال اجلس انا بقعد عند خالد ايش اخذت لك خالد بقعد عند لا 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 انا بقول لك شيء اقول لك اقعد علي طيب يلا صلوا على محمد هات الكوفي يا يوسف يلا دخلت المطعم لز لز حلو تحل بذمة ضميرك تقول الصحيح تعد الصدق انت تبغى نمزح ولا نقول صدق لا عد الصدق الصدق ايه خلاص انا بعد الكوفي كذاب ويسرق ويخشم بين مخابيه وك صلوا على الحبيب محمد اه كذاب دخلت اتخانع اسلم بقابلك احب اقابلك قابلتني احب طرف كاليسارة طرف كاليمين انا ما اثق فيه صلوا على الحبيب صلي على العصر ودخلت المطعم الا هذا بخيت من حليمه كلب يسمت ها لقمة ذا الخضرة قال اوي تعال جيت يمم كذا دخلت يم دخلت هذا تيمم اقول كلب بنفداك مو يلب يلب دخلت يلب دخلت طال عمرك الا هذا علي واقف علي كان يعرف ما معقول اقول يا علي وقف غرفك للرجال اللي واقف عشان اخذ قوطي ما اخذ قوطي انا اخذت قوطي انا شايفني وما اخذ قوطي قلت ما اني الا اجل بعض الناس اللي ضميره يصحى يوم ويرقد عثره يصحى يوم وقلت بالقوطي كذا وهو يناظر اللي يسرق ما يسرق واحد يشوفه يسرق ما حد يشوفه صح كنت صح, 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 صح وهو يشوفني صح لكن تثق فيني دقيقه خليني اخلص كلامي لا قوم اتوطى في كابك يلا خليني اخلص اخذت القوطي وهو يناظر اقعد هنا يا يناظر فيني فيصل اقعد هنا معقول واحد يسرق يحط القوطي كذا وهو يناظر ابغى اشوف الرجال وش رده فعله يا علي يا علي يا علي يا علي هذا اللي قال نقال علو اصبر يا رجال شو انا ما بطلع هو صدر ربع المطعم يا علي يا علي يا علي سجل واحدة مشروب على صالح تانا بيسرق وأنه حرام ولا يعرف الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا رجال صادق خلنا خلص سالفة أنت خدت إذا خلص سالفة شو أنا منك أنا أقدر أخذه وأقول كذا طال عمرك وأمشي بها دولة نعم ليش حاجة صح لا مخبأ والله ما طيب مخبأك يعني خبرة تعال سرق على فكرة أعرف قال هو ليه تسرق قلت يا أخي أنا بسرق تشوفني أنت والله لو أبغى أسرق لا أسرق أنت ما تدري عني انت سرق براسك لا اصلا من شفتك سرقت الحمضيات انا عرفت انك ما تعرف تسرق المهم كان حطه في مخباك قال هو تعال عندي جيت عنده وجلست فتحت قوطيي لب الصحن خلى له شيء ما يذكر بطاطس وحبه باذنجانه وقطعه فلفل بارد ضحك عليه وبخيت ضحك عليكم كلكم خلاص والله اني صار خلاص خليني اقول الكلام هذا رايك الشخصي بورد هذا رايك الشخصي هو امير اغنيه مصروف اسمعني هذا راي وضعيت لي بشرط اي شيء والله راي رايك مطروب رايك رايي تبغى اخذه انا تبغاه انا انت جبت راي عفين نايف لا 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 انت تشتري الشهايد انت ما انت في مسمع قبل شويه وانت تسولف انت خالد انا اعرف حركات هذا
جلس يسأل في مسمع نايف وعزوز يقول له خلوكم معي. أنا قلت كذا. أنا قلت عزوز موت. يا رجال خاب الله يا رجال. الله الله. أنا بقول كلام قبل لا أصير. أنا بروح منكم من أدر السموحة. أبا 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 ليه؟ إيه عنده عنده مجتمع بينقلهم العلم. لا أيوة أيوة. باقي دلبك ما علمنا. أما طال عمرك الرجال اللي ويقعد يعرف اللي له واللي عليه. الله صح يا سلام. اما ما يخلي اخوان شم ما يضحكون عليه يا سلام. عرفت يا سلام. اما انك انت يا صالح اني حنيتك من اثم. انا اللي بدفع الفلوس. الله اكبر. حنيت لك من الحرام وهذا حنيته من نعمه تروح يا ريال. لكن تعرف ايش قال؟ قال هذا ما يسدني ابغى زياده. وش اسوي ان كان الله خلق بطنه مثل يا يا ريال. صلوا على محمد. والله اسمع اللي بينادي يا ابو حمود اللي بي اسمع والله الله سبع وجبات اذا اثبت ان القوطي مسجل على حسابه. من سبع وجبات انا قلت انا ما قلت انه سجل على حسابي. سجل على حسابي جهد. وصالح كلمت فيصل المطيري قلت له يا فيصل عطى مشروبين يوميا حبتين من بخيتره. وصل ابو حمود شايب ابو حمود جيت العلي قلت له مصقع سجل باسمي من عند الله ولا من عند خلقه سجل باسمي وقف. يا رجال خيرك ما هو بزين. انت ما تسوي خير. انت نقلت علوم نقلت علوم انا نقلت علوم يعني نقل علوم تنقل علوم من والله لا انا ما انقل علوم. اشوف الواحد اللي هو سروق اقول انه سروق عشان اخليه يتعذب ولا عاد يسويها عشان ما يسويها مره ثانيه. بعدين ايه يسرق كذا طلع يا اخوي والله. وش ابغيكم باقي شباب بيجوا عشان ما ابغيكم ما ابغيكم بدور مجموعه. لا اشوف سبحان الله انا اخاف اني اقعد عندكم وتهلوني تعدوني. انا ما ابغي انا الله روح 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 يا شباب المشرف روح لا قلت خبره باقي سعود العتيبي وفهد معيان كم دوا ترى يا رجال اليوم راح 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 بدون ضرب يا اخي. ليش تتعامل اعترف على طول؟ ايش تعترف؟ ليه كيف؟ ليش تعترف على طول؟ ما تعرف تجحد؟ اجحد وش؟ انك ما تنقل علوم؟ انا اقول لك الشيء الخطا اقول خطا عشان العالم يعرفون عرفت؟ اما الشيء اللي اما سوالفكم انتم ما يبالها نقل. انا قال العلوم فيصل يا مطيري يا سراق يا سروق انت يا ايش اسمك صالح حركتك ما قدعي. لا تسوي اني اقول ذكي ادري يشوف ما ادري اني كنت ادري يا ابو اسرق سرقت كنت ادري اني اشوفني انا اشوف حرامي تعلم اسمع مني اللي ياخذ دائما اللي يسرق دائما اسمع مني اسمع مني يا صالح اسمع انا اسمع مو واحد انا اتكلم خالد كلمتك حد يسرق كذي سرعني اللي يسرق دائما انا كنت احسب انه بيطير اللي يسرق اللي يسرق انا احسبه يصلي اللي ماسك كذا اسمع اللي يسرق دائما ومسوي نفسه ذكي عرفت يجي يوم لبتك نايم مثلا اللي يجي يسرق دائما مسوي ذكي يجي يوم من الايام من كثر ذكاء يقلب غبي عشان عشان انا حشر قاعد يسرق هذه الحركه يسقط عليك شلون اصلي؟ خليني اتكلم ولا هذا شوف يقلب اسد اذا قلب اسد ياكل اذا قلب اسد ياكل خالد انت تعال تعال تكلم. اما بخيت فعل خير الله الله يجزاك خير بخيت فعل خير داخل يطلع من السنه اي فعل خير بس خربها كيف وكان فعل خير بس انه خربها اللي يفعل خير في الخفا ما هو بنقل العلوم افعل جزاه الله خير بيني وبينه يا اهل القريه الشعب والله والله اول سنه بطلع منها اقول صالح كان يسرق حمضيات من الثلاجه اول شيء بخيت المفروض انك ما قلت الكلام هذا وصالح المفروض انك ما سرقت كلكم مخطين واشوف انكم صراحه قلاب سويتوا خيزران او يلا صلوا وضرب وضرب صلاه صلوا صلوا طلع سرق صالح يا الربع ما هو معنى عندي جانب ايجابي اني انا معصوم من الخطا تراني اخطي والله جبتك انا اخطي لانك شخص يعني انت صغير نقلب حاجه يا صالح انت صالح علمك حاجه يزيدك ويزيدك زد رصيدك جاي عيد الذكريات مرحبا واليوم
الامور الكبار الامور الارضيه والعلوم هذه خلها عشان كذا رقبته دعوه شال الكره الارضيه اي رقبته هذا والله المفروض راسك يحط على قولة الدكتور فوق جبل هذا والله العلم الثقيل ما بحط راسك ثقيل الراجل من القوه قال ما هو بجبل احط الكره الارضيه تك الى الرقبه كيف انا عبد الله جاي داري اليوم الكره الارضيه الرجال رقبته ما تشيلها الا جبل أبو دعلم قال خلي الكرة الأرضية تتكي للرقبة أي هانا الكرة الأرضية دور أبو دعلم تكفى فبارة دور بدور الحين بيروح الكرة الأرضية تتكي للرقبة خلاص تجي تلقائي الله يرحمه أبو جعدان شيك اليوم منفلت عن أبو لايم خري والله عارف وش سوى البرايم أمس والله مو برايم أنا أحب الرجل هذا اللي هو أبو دعلم لب والله كيف محبة الأخو الأخو صراحة من اللي ما يحب أبو دعلم ما تحب إلا اللي يحبه أنا أتكلم عن شعوري دخلني ايه تمو مدحو مدحو انتو ليه ما يسويكم قهوة خلق قهوة شوية ابو دعينم خلق قهوة شوية تعال تعال خلق قهوة والله انا خلاص ترزق الله يا كحلان صبر شوية شوف يكب خلي يسوي القهوة صبر شوية يا شيك شو بدك اكثر من هيك هو عاد من يسولف يودر هالمكينة يروح هنا هلا مو بس من السو هذا اصبر الاناقة نقاشاتكم وانا ما مسامحنكم بذمتك ليش شوف عطى الخيط الحين ضبطك انا هذا الحين حق بخيط هذا الحين والله مسجل اسمه حركات هذه ما عندي انا وقع ما شفت شيء بعد تو باقي الاصفر ماي اوه ما طلع شكل الاصفر دخل ابراهيم طلع ابراهيم اللي طلع انس رجع انستاين انستاين اللي رجع انستاين هذاك هذاك راح خلاص انس راح مع مصيح مع مصيح يا Mm-hmm.
اصبر اصبر. انا والله عندي اشياء قوية صح. اصبر اصبر طول. بعدين والله لك ابو سالم مولع مره. وينه؟ اي والله انه حلو. ها؟ حلو والله مولع. تعرف يلبس احيانا احيانا. ايه هو كل شيء فوق لين يجي تحت، تحت يفتح الداك. هو شغال صح لين هو شغال صح من الراس التيشيرت ده صح لين يوصل تحت ابو سالم يفقد الذاكره. انا انستاين الحين مو بانس معرفكم جديدين انتم. ايه شفت؟ بس يا اخي طيب انت اقرب لك انستغرام بالله امانه. فيصل فيصل ابى اسالك سؤال فيصل. طيب ابى اسالك سؤال فيصل. ما يخليها تروح فيصل. بالله الرجل هذا ما يشبه عبد العزيز البقمي. الا هو عبد العزيز البقمي لا يشبه. يشبه صح يشبه يشبه شبيه ما شاء الله فيك من واحد من اخوي انا مقدم. مقدم فقره نفس الجلسه. نفس الجلسه نفس النظره نفس مقدم فقره. ايوه قدم هو وش مقدم خارج الصندوق يشبه له والله يبيك شبه كثير ما شاء الله تبارك الله شرفنا يعني الدقة هذا الأربعين شرفنا. اي الله يعيك الله يسلمك. لا والله يشبه هذه ما شاء الله بو خليك تتواجه ان شاء الله. اي عاد هذه مثل ما ندق عليك سالفه الله ندق عليك رضينا ندق عليك ياخذ الاسبوع ما فضى عشان ما يدق عليه. بعدين يجيك بالاشياء العربيه اللي دبلجه عربي سندباد كابتن ماجد. عندك جرينديزر جرينديزر جزيرة الكنز وعدنان ولينا هذه من أقدم الكراتين. بعدين جات بعدها سنشيرو كرة اليد سنشيرو. لا لا ذا حدث سنشيرو. بعدين كابتن ماجد سالي ليدي تذكرون مسلسل جينجوما إيش تدق إلى الآن في مواقع التواصل ينزلون أغاني الكراتين القديمة سالي ليدي جزيرة الكنز عادوها قصدك يعيدونها ويشوي في تابع في ناس فاتحين حساب الكراتين زمان كراتين الطفولة ذكريات ترى مليانة. طب تعرفون جينجوما كيف أغنيتها؟ مسلسل كوري مدري صيني كوري أتوقع ما جينجوما اللي كان إيش اسمه زي يسمون لك يسمون الأكل تسميم الأكل كان يجي كان عدو واحد كم كذا زي البنات يطبخون وسو شو اسمه يجون عدوين ها يسوون لها تسمم بالأكل ويجي أبوها قصة حلوة علوم كنت بشرنا والله بخير ما دسم الله لا لا صاحي أنت صاحي طفولة صعبة والله صراحة طفولة صعبة. طيب من اللي يذكر الأرض الطيبة الله ايه جيب اشياء حلوه الارض الطيبه زين وادي الذئاب تذكره؟ لا خلي انا اتكلم الارض الطيبه. الارض الطيبه وادي الذئاب. الارض الطيبه لا اله الا الله يا مسدسه ما يخلص رصاص ما يخلص لاني في 300 طريق دقيقه ولد اقسم بعدين من جنبه انت هذا طارق تشبه طارق تصدق والله فيك شبه طارق ولك طارق يا ولد الرمي من جنبه يقول لا اسمع حياه ولا يجي شيء ولا يجي شيء ولا يجي شيء غريب ده اسمها المسلسل. حياة ايش هي اسمها حياة الأرض الطيبة اللي لا فيها لا البنت الدكتورة لا شو اسمها والله نجي اسمها يا الله ايش تنهى أمينة تساعد أمينة صح ايش اسمها ايه خلاص ملاز طارق استنى استنى ما اتذكر ملازم قال لك يا اخي بقعد ساعه لان اقعد خلاص قال لك ملازم مو انه مو على كيف راسي يقول لازم راسي قاعد يسوي انتو شوفوا شوفوا الحين جاري البحث ها جاري البحث اظني انها مين هو ضغط انتر خلاص يا ضغط انتر فيها مين امينه ما يقدر يطلع امين ما ادري ايش فيها كرتون ريمي اغنيته حلوه يقول ايش نمضي على الدروب نقطع الدروب ولنا في كل شارع صديق نقطع المدى لا نؤذي أحدا نزرع الأشواق في طول الطريق جات القهوة التركي مرحبا بالحامل والمحمول جيب القهوة كبت يا عبد الله انكبت بردت تعال سمعت عندك طيب أيوة الكرة كونان الكرة
كونان كرة ملتهبة رمية ملتهبة رمية ملتهبة كرة اليد غنيناها ذاك اليوم عند السجن عند رأيي كرة صفارة لعب وإثارة فانتظروا الشارة في الملعب كرة صفارة أجمل أوقاتي هي حين أمارس كرة اليد هي حلم حياتي فيها اللعب وفيها الجد كرة صفارة لعب وإثارة هنا تذكر حاجة جيب أغنيتها جلسة الطرب جيب أغنيتها بسرعة برنامج واقع على ام بي سي سفاري عيش الشمال اللي جاب جاب وعلم حاجه ورب الكعبه اللي كنت اقول يا رب اني اروح اي والله احبه يا ولد سان اكسن يلعبون العاب لا الجزيره اللي هم فيها حلوه الجزيره حلوه اي البحر كذا ومسابقه القهوه انكبت القهوه انكبت تعال صالح وين بتروح عبد بخيت جاك حموضه حسيت حرقان جاك حموضه تعال تعال داري بخيت ما عاد يبغاك تعال والله اني اكرهك واحبك بس اشرب حليب اشرب حليب خيت كلنا نحب بعض تعال يا صالح انت روح هنا ما في سوالف جلسه الطرب تعال عبد الله انت روح هنا جلسه الطرب اللي يجي يغني تعال تعال يا صالح انت روح تعال عبد الله انت روح ما دريت ما في قهوه يا رجال انتم حركاتك يا عبد الله يا زين الكوفي اشرب قهوتك روح يا زين الكوفي اللي يسويه بن دعيري يلا ابغى هدا ابغى شوف رجل انا ويا الجميل هذا ناجحين وراجعوا لكم من براين اي والله في حد قلنا انك تهدينا اهداء بعدين غبي تروح تسوي قهوه وضو مسوي والله قم احنا والله هذا اهداء دمك طلعت عبد الله هذه اهداء خاص لعبد الله ليش خاص لعبد الله احنا عيال البطه السوداء لا جاي براين وانا طلعت براين قبل اربع اسابيع انا وياك جالسين على المسرح مروقين وهذول في البراين الركب قاعد تنافق انا كنت ابكي ما كنت مروق بس ما طلبتني اهداء فاتك ما طلبت لا طالع المقطع ويسوي كذا انا ببقي لك طالع المقطع هو يسوي كذا يعني زعلان انا ما كنت يعني اني زعلان انا انسان صادق كنت مشغول في المسرح انا انسان صادق ومشاعري صادقه الحركات واللف والدوران دي ما يعني انا كنت امسح دموعي ودموع محمد مساعد قاعد عدالي امسح دموعي يا الربع فكونا من الموضوع ده نبغى موضوع اهداء لاقتحامي انا ويا خالد الشبراني وزملائنا القريه من جديد اي والله ايش شعورك ايش رايك فيني وانا ضغط والله انك فنان قصيده حلوه ايش بخلي لك خلاص ايوه قال انا علي اعطيه المشاعر كذا ديزاينه وما ادري شو ذا اللي قال عبد الله سوى يلا نقول لك اهلا هلا اهلا هلا يا مرحبا يلي على بالي يلي على بالي اهلا هلا اهلا هلا يا مرحبا يلي على بالي يلي على بالي احبك حبي ما حبوا احد غيري احبك انا دافع 5 ريال احبك حبي ما حبوا احد غيري احبك حبي يعجز عنه تعبيري احبك اهلا هلا يا بعد منك اهلا هلا يا مرحبا يلي على بالي يلي على بالي يلي اول مره يا الربع على اول مره يا الربع اشوف كذا صوت فيه مشاعر يا صوت تسمع صوت جميل شكرا يا عبد الله تسمع صوت حلو اوكي تسمع لما نبره حلو الصوت يتحرك اكثر من مدحني وكلام دقيقه مو مدح نبع من قلبه الصادق عبد الله الجعداني والله مو فيصل والله انك عززنا لك 55 يوم الحين الحين ابو الحين الحين لا الحين الانسان اذا كان عنده شيء ما يرتاح لين يسوي هذا ما يرتاح الا اذا غنى إذا غنى الله يرتاح يروق ترى هذه وجهين زي مثلا أنت تقول قصيدة مثلا ترتاح إذا طال لا والله أنا من 55 يوم ما قلت قصيدة والله أنت مقل لا مقل جدا مقل صح ما ليش ما أحب أطلع بهذا الوجه وجه الشاعر وجه كذا أيام الفندق أشغلنا بالقصايد قلت عاد أشوف قاور ما عاد أقول في البرنامج ولا قصيدة عيش عيش أنا هنا في القرية طلعت بكل الأوجه الوجه الضاحك المناسة الريالتي الغناء السوالف طلع اللي عندك طلعت عندك 40 وجه السالفه اللي طلعت اليوم بخيط السالفه طلعت اليوم جاء قال صالح اخذ العصير نبغى قصيده نبغى شيء كذا قصيدي
تبغى تصيد من خالك الطيب. اقل شيء مدحك كذا يا خوخه يا توته. ايوه انت خوخه انت مشمش يا مشمش يا رمان يا رمان. هو ايش عاده يلي على بالي تجي والله العظيم قول لي الله محضر محضر قصيده وطنيه بين الامارات والسعوديه والعلاقات اللي بينهم. لكن انا هذه وجبه دسمه بخليها للبرايم ما بحرق. يا سلام كذا تفعلت على نفسك انك تروح البرايم. انا عادي اكيد باقي اربع برايم ممكن انا وياك نطلع وناخر اثنين انا ارد واذا ما طلعت. ايوه قصدك انا اطلع القريه وانت ترد الامارات عادي. توت يا هم هذا شخص من الماضي لي لا عكسته بس جابوا له ثياب قال عشان اقعد 90 يوم عرفت يبغى يعطيها وضعيه الامان 90 تخيل 90 يمكن الثوب ينقطع يمكن الثوب تلبسه في المدينه يا حين يمكن تغني هناك انت في المدينه واقف وانت بكشخه بالثوب 90 يوم مين يغني لكم في القريه؟ عندنا دلبج عندنا دلبج ومن يغنون بعد؟ عندك فهري قادم او بمساوى والفهري دلبج امس ربيع الفهري قلنا الام كلثوم دلبج ربيع دلبج استاذ الشيلات استاذ الطرب هنا فيصل الشهري بلا منازع في القريه صدق اي والله نعم. انا اتفق معك يا اخي شوف خلينا نحن نشهدك يا اخي لا احنا نعطيك لا اشهد نفسي اني واثق لا شوف تسالك واثق تصعيد غير مبرر خالد طيب مين في يطربنا هنا خالد الشهراني خالد من حب عاني غير مبرر شوف انا كنت بمدحك وانا صدق ان صوتك حلو لكن بعد كلامك هذا صوتك مو بحلو تعال ذاك اليوم لما غنيت قضيت امري وانا ازرع فين كنت؟ ابغي ناديت لا مش ناديت حقت راشد من اسمه هذا؟ راشد المهندس ماجد ماجد المهندس ايه تناديك رغبة ذاك اليوم استنى ذاك اليوم التغني قضيت عمري وانا ازرع هنا والله ايش المساج يقول كنت في وكسانة قاعد اسوي مساج يقول هو على صوتك مبسوط انا خلاص امدح جالس في الماكينة عطنا تناديك رغبة لا ما ابى طيب اسمع ابى تناديك ما ابى ما ابى ما ابى ما ابى تناديك شوف بعطيك في دويتو غنان ماجد المهندس مع راشد الماجد تناديك تفهم انت؟ بعطيك اياها هي ابي تناديك ما ابغي رغوة المقابيل تناديك رغوة المقابيل ايوه هذه تدور راشد الماجد ابى ماجد المهندس طيب خليه يرتاح صوته خلصت عبد الله بس ابغى اعطيك على حبتك هذه اسوي لك سيرش تناديك رغوة المقابيل من الأرض وانت بالمجرة تهدي على غصن من الليل تهدي على القلب ومقرة تناديك رغبة المقابل من الأرض وانت بالمجرة تهدي على غصن من الليل ومقرة وناديك بدموعي همالي وبالصدر تنهيده وحرة أحبك ما للحب تأويل ولا شك من كل المضرة تناديك رغبة المقابل من الأرض وانت بالمجرة تناديك رغبة المقابيل من الأرض وانت بالمجرة تهدي على غصن من الليل تمادي على القلب ومقرة وناديك ودموع الهمالين وبالصدر تهيدة وحرة أحبك وما للحب تأويل ولا شفت من كل المقرة ولا شفت الجعداني غنى الجعداني شفت التأثير قدام جلس معايا أكثر فيني والله صوت الله أول مرة أغني شفت يوم رفع وقال اشهد ان ذوقك حلو يا بخيت ايش تذوق والله تصريح قوي من خالد الشرماني العمده اسلم يا عمده رب الكعبه اني ما احب امدح رجال لا صدق ما احب امدحك واضح رب الكعبه عليه صوت ما شاء الله انت يا ولد يا ولد والله العظيم انه فن 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 صح مخلد مجال غنائي توب يعني غني يعني غني يعني غني يعني غني يا ولد واحد واحده هنا يعني ترى يعني اقدر ترى اقدر اكسر الدنيا مصري راك بعدك يلا مصري وين معك قول قول وانت بتكلمني
ومواف بالسنين تهلمني ومواف وانت بتكلمني ومواف وصلي وفهمني ولا تتكلم ولا تتكلم وانغلت بس مني لا شوف غني سيد يقول قول ولد غالي يا بوي الله عليك خلص غني معاك غالي يا بوي صعيدي عليا يا بوي يا بوي يا بوي اسف اعطيني يوم شديت لحقت عبد المجيد لا انا ابغى نبغى حقت عبد المجيد اللي انتشرت الضربات لها ترند في التيك توك اي واحده صار شيء الايام لا ما اعرف في وحده وحده عبد المجيد لا حافظ شو اسمه احكي بحثك والله بغني الشمع يا حلال وش اللون يلا بنغني معك غني دوتو شوف دوتو بيني انا وياه وش اللو تعرفها ايه وش اللو اسمع اغنيه سيكل شوف اللي فوق خلنا نسمع هنا تشاف المواهب شكرا شكرا الله يسلمك وش لون مغليك تررن وانت الذي علمتني حبك يا هاجسي عشقي يا عيونك اسأل وتقرا الجواب في محجر عيوني تصوير لأجمل عذاب حبك يا مفتوني وشلون مغليك وشلون مغليك هذه حياتي كلها لذة غرام لذة غرام مهما سكن طرفي أو ضاعت حروفي تبقى حياتي كلها لذة غرام وشلون مغليك وانت الذي علمتني حبك يا جسي عشقي عيونك اسأل وتغل جواب محجر عيوني تصوير لأجمل عذاب حبك يا مفتوني وشلون شفت الله في ذمتك يا فيصل الرجل ذا ما يشبع عبد العزيز المطلق سبحان الله يشبه له يا رجل ما شاء الله والله يطبق الاصل تعرف شوف هذا يشبع عبد العزيز المطلق سبحان الله زيد رصيدك ثمانية المطلق حق مي حد ادور حق بس ما يشبع والله ادور يشبه له انا اقول يشبع عبد العزيز المطلق ولا لا امانه يا فيصل يشبه خلود انا كان اخوه خالد الشمراني طالع في رجله يشبع عبد العزيز المطلق انا فاقد عبد الله الجعيداني وينه والله ما ادري وينه قلنا بارتك وين عبد الله الجعيداني خليكم حق هذا ما ادري انا جلسه الطرف ايوه اعطونا اللي بيغني اغنيه اغنيه قديمه ايش يا عشان يا حمد يلا مع ميحد حمد يلا حي بسلامك لا في شيء معروف يا سلامك يا مرحبا ما نعرفها دلايا اللي لفعني في خطوط ومضاريف يا مرحبا بك عد جمع البرايا واعداد ما هل الدموع مذاريف واعداد من سلم ورد التحايا واعداد من رد التحية على الضيف واعداد ما نجم سرى في سمايا واعداد ما طير على الغصن هاتيف سلام لك من خافيات الخفايا سلام من وسط الضلوع المهاديف يا سلام لا تسافر قبل ما الشيخ محمد بن راشد شاعر هذا الشعر ولا بلاشر بحبك يا غناتي لا تذكرني بماضيك الجميل بزمان تراك ما قزر حياتي مستحيل أحب غيرك مستحيل انت قصدي وانت أجمل ذكرياتي
وانت لي ماضي ولا غيرك بديل. لا تسافر قبل لا شوفك لو دقايق قبل لو داعي لو دقايق قبل لو داعي. هذه فرقة النزول الحديثة يا شباب. علمكم شوي بغني تلفا كيف نخفي حبنا والشوق فاضح وفي ملامحنا لله فملامح. كيف نخفي حبنا والشوق فاضح وفي ملامحنا بيانو بيانو لله فملامح. عاشق انا عازف انا عندي البيانو كله جبناه لك. انا عندي عشان كذا جاء محمد دعيري من البيانو. دعيري انا عندي طلب ممكن تفضل. ابغى اغني محمد عبد وهدا لمحمد من دعيري. الله الله طيب. ما عاد بدري قلت لي وش تحرى لابت نجوم 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 اوكي بس والله ما والله نجمه الصفراء. اسمعوا شباب اهدا لمحمد دعيري مني انا ترى قلبنا فيلم انا اصلا عادي تسرق من جايك من طرف جاي داعي تسرق من يا غب يطلع هنا هنا سامع اهدي لكم تكلم وش الوقت خذ راحتك ايش فيك استوى صالح بدك بالوقت استاذني انا يا صالح وشي ابو صالح ودي ذاك بالوقت ابو محمود طرب اي جلسه طرب تفضل ايش تبغى تذكر اي والله كانت السفير حقه خذ راحتك استاذن منك كلنا ان شاء الله استاذ مع بعض جلسه باذن الله تموني ابو صالح صالح لبي تكلم 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 معك انا السبب الاول لو ما اتكلم بستاذن من شخصين خذ راحتك الشخص الاول ابو اسامه تامر امر وانت استاذ منه لانك سفير الوقت الله يرفع قدرك والشخص الثاني ابو فيصل ابو يوسف فيصل حل لنا وقف خاص فينا احنا يا سلام زد رصيدك ثمانيه حلو وقفنا هو مشكات الحرب نعم اللي يكفل 15000 حافظ كتاب الله نعم حافظ كتاب الله يعني شيء باقي معه طول عمره طول ما فيه الرمق طول ما قلبه يدق طول ما انسانه يتحاكى صلى وراه طول ما كل يصلي وراه لما طلع امامه ولا صاحب حلقه قران ولا فاللي بنمده في الوقف هذا تراه صدقه جاريه ما دام الشخص حي الله يزاك وهو حتى اذا مات حتى ناس له وناس الناس له لو علم هو حتى لو علم هو بعد انت معي يا خالد معك ما انت معي نفس لبيه اسلم اسلم يا ابو وقفنا هذا حقنا احنا الله يجزاك خير ولا عاد بقى الا يومين على رمضان ما لنا الا يومين ما لنا باقي لنا الا يومين على رمضان الله يبلغنا اسال الله ان الله يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين واسال الله ان الله يعيننا على قفال وقفنا هذا اللهم امين واسال الله كل من نوى انه يشارك في ذي الوقف ان الله يتقبله منه تقبل خالص لوجهه اللهم امين انا اقول ذا كلام والله العظيم احنا كلنا مقصرين نعم نعم وهذا شيء مبسوط يمكن نقدر نشارك فيه وحنا بين جدران ذا القريه واسال الله يوفقنا بعدين نشارك اوكي لا معلش لا يقول الوقف يجمع خيرين يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه ترى أنت ما تدفع في بعض الناس يمكن يوقف عن حفظ القرآن دعم يوقف عن حفظ القرآن فلما أنت لما تعينه في هذا الوقف ويتعلم القرآن ويعلم أنت خذ الخيريات عاد أمر الصدقة أمر كبير جدا عظيم. أنا أقول إن الصدقة صدقة تأمين شامل تأمين طبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقه. الله يبارك خير. التأمين المستقبل، المؤمن يكون في ظل صدقته يوم القيامه. صحيح. الصدقه تزيد من رزقك. صحيح. الله يقول في كتابه يمحق الله الربا ويربي الصدقه. صحيح. الله يبارك خير. فتبغى تستثمر مادتك في الصدقه. صحيح. تبغى تعالج مريضك بعد الله في الصدقه. صحيح. تبغى تأمل مستقبلك الأخروي بعد الله في الصدقه. صحيح. الصدقه أكمل مشروع ممكن تدخل فيه دراهمك في الدنيا أكمل مشروع صحيح. في الدنيا صحيح. 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 أنا جزاكم الله خير ما أزود على كلامك أنت يا أبو حمود وأنت يا أبو محمد
جزاكم الله خير على التذكير، وجزاك الله خير على الفكره الزينه هذه، والوقف هذا طال عمرك فوائده كثيره، ولو تشعبنا فيه ما بنقصر. بحكم انكم فتحتوا هذا الموضوع اولا، ان البارحه يعني خبرنا الحمد لله ان الوالده ردت بالسلامه، بمناسبه رجعتها انا اتبرع بعشر اسهم للجمهور اللي طال عمرك تعبان ويشوفنا ويتابعنا، عرفت؟ وهذا اقل ما نقدم لهم. انا يا بخيت بن حليمه بالنيابه عني وعن اخوياي، صدق بعشر اسهم في مشكات الحرم للجمهور. باقي شيء ثاني ابغى منك يا بخيت، لبي على خشمي. انت الله وفقك ووثقت معنا في القريه هذه من يوم دخلت البرنامج ذا. احنا نبغي من الاداره بعد انهم يسمحوا لك انك اليومين هذه اللي باقيه على رمضان انك تذكر متابعينك وتذكر متابعين جد رصيدك انهم يشاركون في الوقف هذا. ما يحتاج الحين فريق الدعم اكيد انه يتابع وسناب عندي. اي عن طريق منصتك بعد. انا اتمنى من اللي يديرون حساباتي، لا انت يا ابو حلا والشباب اللي عندك، انكم تحطون الوقف وتحطون منصه احسان اللي هو الرابط. منصه وقفي. وقفي. عرفت منصة وقفي على الرابط وتكتبون فيها ان هذه تفاصيل المشروع هذا، والله يقدرنا على فعل الجميع اتوقع كلنا في حساباتنا. ابو ماجد قول يلا اعطيها الصحه والعافيه. اللهم امين. اللهم امين. وصل لها سلامنا. والله نسلم عليكم كثير. الله يسلمك ويطول في عمرها ويمدها الصحه والعافيه ولا يجعلنا ان شاء الله نرى فيهم مكروه يا رب العالمين. اللهم امين. وادعي لي والدي وتاج راسي ويدي اللي رباني من الصغر، هو الحين في موجود في ولايه هيوستن تكساس. الله يخليه لك. يتعالج عسى الله يشافيه. هذا الرجال طال عمرك هو اللي كبر بخيت، هو اللي رباه من هو لحمه مثل الكف هذا. كلكم كبار لين كبرت وبلغ سن الرشد، وانه ما قصر فيه ما شاء الله عليه تبارك الرحمن. عياله وبناته اكثر من 20 ويعدني واحد واغلى من عياله ال 20 اللي عنده. ما اغلى من الولد الا ولد التربيه. الله يطول عمره ويعطيه مده بالصحه والعافيه. الله اكيد. شكرا لكريماتك يا بخيت، والحمد لله على سلامه امك. الله يسلمك. وهذا خبر افرحنا، والوقف نقتدي باخونا بخيت، وانا اتبرع بخمسه اسهم. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. عسى الله يعين اللي عندك كلمه في الوقف. طيب جميعنا ودنا نشارك. احنا نبي نشارك بس. نشارك وجزاكم الله خير. وهذا من التذكير على الخير والدال على الخير كفاعل. الله اكبر. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول داوم راكم بالصدقه، والحمد لله على سلامه والدتك يا بخيت. الله يسلمك. انك تبرعت بهذه الاسهم، وحنا كلنا ان شاء الله ما ننقصر. اجرنا واحد. نعم. وان شاء الله ان الاجر يبلغ الجميع. وانا كذلك اعلن تبرعي ايضا في الوقف. والله يكتب اجر الجميع. والمشاركه في الصدقه ما يحتاج ان نحث الناس، الناس يعرفون. نعلمهم بس. اي ان نعلمهم. تذكر. تذكر بان الذكرى تنفع المؤمن. نقول لهم تصدقوا، ولو مهما تكلمنا وجبنا من الكلام ونمقنا الكلام هم اطيب منا. اي نعم. هم واصلهم شعورنا وباذن الله ما راح ينقصروا في شيء. الله يبيض وجهكم كلكم. كملوا اجر جلستكم. حد عنده شيء يتكلم بيضيفه على احد يضيف؟ لا بس نسالك. لا تسدون الله يكتب لنا وياكم. عندك شيء ابو سالم؟ توفيت. الله يتقبل منا ومنكم رزقنا وياهم. اهدائي لابو دعيرم ابو سالم ما راح انساه. اهدائي محمد عبدو. ابي انا من عشاق محمد عبدو. جزاك الله خير. فابغى اهديك لاني انا من عشاق مرجلتك بعد. فاستوت عشاق هنا وعشاق مرجله. فعاد يعني جميل. نظفت فيها الكلمات. راسك الطيب يستحق اغنيه طيبه. والبيانو حقك ذا بيانو جميل والله. جدا. ها؟ والله حبيت البيانو. بيانو وكبرك. سعد انت وابو مايد. حلوه حلوه. وش قال والله ما سمعته؟ بيانوك. ها؟ بيانوك. يا بعد راسي. يعني بيانو الكاف عادي. والله ما ادري انا الكلمات اللي تقولها احس انها ما ادري. هو جمعنا انا وياك. اخذ الثلاث حروف الاولى. خذ اللي سابق وعطني عربي الاخير. دامك هديت صالح صرع على حد. اوك عطني اوك انا. دامك هديت دعيرم نقول له اسلم. والله اني داري ان صالح يضرب لحد. والله اني داري. اسلم بهدا لابو دعيرم. الله يعين اللي يضرب صالح. ما هو بجاي هدائي. لا بيجي انا لاني جايك. لكن في اغاني محمد عبده يتكلم عن مثلا يتنزل مثلا زي يقول يا بنت النور اجيب لك يا بنت النور. لا ما تجي. شو كيف بنت النور؟ بنت النور بيعطيك اجيب لك كلمات. في اشياء اغاني تتغزل في مثلا. لا الاهداء. يقول لك شيء يناسبك. الاهداء احيانا ايه حلوه لكن يا الحبيب لو سمحت الله استاذي. والله انه يمدحها يقول يا بنت النور. اسلم. يا حبيب الروح عني لا تروح
شعور لا تترك حبيبك نور عينك يا حبيب الروح عني لا تروح شعور لا تترك حبيبك نور عينك المحبة ما تجي في كل روح الله اللي حطها لك في ظنينك المحبة ما تجي في كل روح الله اللي حطها لك في ظنينك يا حبيب الروح عني لا تروح شعور لا تترك حبيبك نور عينك تستاهل يا ابو سالم تصلح بركبتك في سيارة كوز تصميم الاغنيه لا تروح سكر ما تصرح طيب هذه لا تسافر قبل لا اشوفك لو دقايق قبل لو داعي لو دقايق قبل لو داعي همنا ظروفك ضايق وهاجق ومرتاح ضايق وهاجق ومرتاح الرب عذري انصدمت ليه؟ والله مصدمه صدق حتى اسمع عيني اليمنى الحبيب عيني اليمنى حبيبك لو سمع الاغنيه دي تقول يسافر يسمع صوتكم يسافر الورد في عيني اليسرى عجاج من هنا وفي عيني اليسرى عجاج السنين عجاج السنين شوف اليسرى ورد بس شوف انت بالعجاج ما عاد فرق يمين اليسرى اي والله اشوفها اي غير الجو والله وين في جلسه ما تشوف الجلسه والله اني كاني شفت لي شيء فوق هلا عارف في واحد امشي في واحد امشي اثنين مو واحد انا اشوف واحد ذاك وشوفه اي انا اي وفي الجلسه والله متفائل والله جمهورنا وصل الجيم والله مكان حلو ترى فوق الجبل ما شاء الله فرجه تعال تعال اطلع لي بري عد بنفسه كيف بشوف لا من شفت من خلاف في ذا وين هو في واحد اشار اشار شوف اشار شفت الله اللي برا الخير ايه شفت شوف اللي برا لابس ابيض يسيحون على كل شيء لابس علي اوه يقول جعداني وين اسمع يقول شمران يا ثري انا احب احد يزمني هنا ثري ذولا يعني فوق يعني فوق لا 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 وش لا على خشمي والله لا رد الاضافه ابشر ابشر تسال ابشر اثنين هم شكرا شكرا لا ما ابي سنيكر معاه سنيكر بيده شوفوا شكلت الله يسلمك طول عمرك الله شاء الله يا حبيبي ما تعرف تدخل السوالات يا حبيبي الله يوفقك ما ادري كيف يمشي واصبع نعلته مقطوع تعرف الخيمة والله اخاف يتعثر ويطيح ايش كذاب ايش كذاب شفت اصبع اليزابيث تصور يا ربع قاعد تصور قو قلبه يا اخوي اللي طلع لي فيها راس الحيود هذه يطلع جواله طلع جواله الله الله يصورنا يصورنا عفوا ما يشوف شيء الا حاجه شفت والله شفت يوم رفع رجله ابتسم يا ربع صورنا صور ابتسم ابتسم يا ربع شوف كذا يا عيره شوف كذا يصور خليه يصورنا والله الله يرحمك الله عطس صدى عادي طلع الفاين شوف شيء قوي لا هي لا عمك الله يسمع هو يسمعنا عيال عيونه ليش زي مرة عيونه حمراء داخل داخل لا داخل فيها عقباب ما شاء الله عليه قلمه كارتير لا زرار مقطوع لا 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 ما شاء الله اوه لا زرار مقطوع يا اخي شكرا يا ولد مقص فنيل تكسرت والله والله قبضته اقوى 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 واحد اقوى واحد اقوى واحد تكسرت اقوى شيء هذا يدور حلال لا بقويه بس منطقيه لكن فيه شيء منطقي يا ولد مو قصده في يده كنا لابس كاب نظافه يا لابس كاب تفا والله مقوى قلبه يا اخوي يا رجل لابس كاب من عند عمه عند بنت عين ولا عند ناس هم طب ايش لطكم والله انا جايين من اليمين قبل شنو اي والله انا والله اللي شايفهم من راس شفت شفت راس الضلع ذا خشم اليمين يا اخي مسالم الحلاق ما حد خشم اليمين والله انا ماشي من خشم اليمين شوف انا ودي اني ارجع اقابل وانصح عن الحلاق جديده مو كويس تدري ليش انت ما تشوف القمل اللي في راسه قول لي ما شفته اي ما تروش ما تروش عاد يا ولد في شيء بيني في العيد انا يعني بتاكل شوي لا تسال لا دوله دوله ذبه ما ذبه نبي ذبه ما نبي وصف لا يصير لا يصير يا رب هذا لا يطيح في الوادي ذبه يو 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 ما بعده ما بعده ما بعده شوف شوف وقف وين شوف وين وقف بالزاويه هذا لا هذا شكله هي يا اخي تخيل تخيل الحين هو واقف هناك يطير
والله نطيح هنا خلاص ليه جخاخة ها جخاخة هو تخيل يطير يطلع شوف قاعد يشر لك من عين هلا يا مرحبا يا هلا تبقى قولوا له مو والله ما تطلعها والله ما في ما يجي ثاني صاروا اثنين خلينا نكمل قصة 500 قولوا له موني مو في انا مصرف بالله مصرف انت بنت عارم ما حد راح صاروا اثنين بنت عارم يقول لك مش موجود شبيه هذا شبيه بنت عارم مو بو شبيه يشبه لك صح عندك بطاق انت تشبه لك يا حبيب قلبي عندك مسوي لي كذا يا حبيب قلبي شكرا كيف انت سوالي قبل الله يسعد قلبك شهادة اعتزيه انت بنت عارم انت كاذب عليه ايش والله ما قلت له شيء هذا مو بنت عارم انا صار يبي مني فلوس بنت عارم يقول لك انه مش موجود راح يا ولد هذا ايش هذا بنت عارم اللي عندنا لابس بيانو ليش نزل الساعه هاي اختربت ساعات مو مضبوطه واقفه على 12 من امس لا داخل عليها ماي داخل عليها ماي شباب عندي والله اني ودي اصعد الجبل فوق حياك الله القهوة جبل يصعد جبل خلنا نسوي ريالتي برا يا حبيبي والله تصيدنا اتوقع الكاميرات تجيبنا برا والله لا 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 يا رجال هي يلا تلحقوا بنا انتم تسلتون في كل مكان ما رحت برايي ها اللي طلع عم سالم الشمري الله يحفظه سالم سالم الله يحفظه يقول وين جيبه وخذه معه ايه. الله حق ثوبه حق ثوبه قالوا تدري قالوا سمعته قال سمعته قال ما سمعنا صوت النجر ليه سالم صح الله يحفظه اقسم بالله اللي على يمين كفو اللي على يمين كفو حلف على خويه بالخاتم والله ما جاك بين انهم من حي اللي حلف الخاتم عليه ها تخانقوا يا الربع من حي الملقه يا الربع طلع سالم يا الربع ذا سالم سالم يطلع فينا تحسب احنا ما عرفناك سوالا تخانقوا يا ربع تخانقوا سوالا جاي ولد عم لا يحلف عليه والله انا جاك الخاتم غدا عشاء لا والله والكرم في راسه شكله سالم طلع يا الربع طبيعي تقول سمعها مسكوتر طلع سالم صح والله طلع سالم يا رجال بعدين يوقفوني ناظرون لا تنظروني شباب يشر سالم اوه هذاك مسوي ما عرفته من هذا ما عرفته فيصل صدق والله هذا علي بابا اللي يدور الكنز واني منزل اي دور يدور لك كهف فيه كنز والله انا اللي كول اني شاريه من قصبه شباب هذاك مسوي واشري لي دربيل وانزله البيت ام جي تج اذكر طلبت حق خالي دربيل من فيصل من امريكا يناديك فيصل يناديك يناديك ايوه مطلوب بوسام ما يقول قوم له قوم له قوم له اربع على السلام طلع مشهور وبهينه لا لا طلع شوف بوسام لو في حبه خلص صورنا صور ب 2000 ما يقول 100 ريال لك من الهاشتاج الجاي الله طبقه صورنا بيصورنا فيصل لا في واحد اكثر ب 22 عزيز صور معه 23 دينار ماركه 4000 دون فلاش دون فلاش شغل فلاش ذا دايم يرسلني خاص يقول قابل السلام عليكم مرحبا يا ربيع عبد محمد القحطاني يا مرحبا شاف اللزوم اليوم بغيت اعانه عاد هلا واحد من اخواني يا سعد من هو واحد من اخواني حيا الرجال حيا الرجال ارحب ترحب المنطقه يا ربيع ربيع مزروب في الحذاء صح والله مزروب في الحذاء يا عيال انا للامانه قاعد اعطي افتش قلع العين سلام من تحت رجليه والله افتش ماش ماش ما لقيت بسيط هو طبيعي مهم سارقها البارحه ويطلعها اليوم النظام في القريه يدري ام الازعاج يا هي اقهر ما معنا الازعاج ايش اسمه النظام هنا تصحى بدري تلقى لك ملابس تصحى متاخر يا ولد انا منزل الانحيان الورد انا قمت اليوم معين ايش مارس الاشقاق صار يعني والله عادي يعني سويد وزواده مش لابسين نعال يقولوا فين ربيع زويد وزواده مش لابسين نعال عادي الوضع ريال لا عنك الامور طيب عادي اصلا ضيع ربيع مكان كبيره ومقدر ما عادي اصلا الشباب هنا مره واحد من الشباب يا شفتها طحها يا ريال والله العظيم غنيت بيت انا بكره كلكم على كوزي على حسابي قولوا ليش؟ ليش؟ على حسابي ليش؟ زويد وزواده بيفارقون والله ان شاء الله ما تطلع لا اليوم خلى عشاء اليوم طالع مين طالع من طلعت الليله وركبوها الديار غيرت النيه من انتم صار غيرتوها غيرنا الله يهديك النيه النيه والله غيرت النيه من الطايره يا ريال شنبيب هذا تروح كره الطايره يا اخي قعودها مصفوق شوفها وش واقف والله غيرت النيه طير الكوره والله طير ليش العلم ابو سعد غيرتها والله النيه اليوم حنيت لها وقلت ماني طايق اي والله شوف مسكينه مشتاقه تطلع واحد يذن يا رجل والله العظيم ما فيني حي
ما باقي كم يا رجال؟ انا والله لبسي بيض الله وجهك يا نايف. اشكر لبس شي دخل لبس شو اسمه ولا لبسي يا مثل بيض الله وجهك بنقوم نتوضا ونعين من الله خير. لا اله الا الله اللهم اني استغفرك واتوب اليك. بس نغير احس بدري على هذا. ايش اليوم يا رجال؟ في شيء اليوم؟ اليوم في مزاد وفي اللهم اللهم ثبت العقل والدين. يلا اسالك الثبات. يلا اني اسالك العقل. واحد عمره مزادك اليوم. انتم اللي جوكم قالوا بنحط ملعب الطايره ولا يقولون بيحطوا ملعب الطايره هنا. الكوره ما ادري انا اقول لكم قالوا انهم لا لا الكوره كل شويه بتتسطح الكوره. ها الكوره تسطح ما ينفع. وين تسطح؟ لا هو انت والله شر فيه تسطح يعني شنو؟ تطلع برا يعني, يعني تطلع برا تتسطح يعني. لا موقع للطائره لا 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 مو موقع تعرف تلعب طائره اول شيء تتسطح من اول لعبه. لا موقع الطائره لا اتكلم يحطون شبكه حق جد رصيدك دي ولا داير حق ذيك صحيح لازم شبك. شفت شبكه لازم يكون ارتفاع اللمبه. شفت ارتفاع اللمبه يكون شبك هناك صح صح كذا. يا مرحبا الله حيه الله يجي لكم. طيب يا مرحبا يا ابو محمد كل بقى يا هلا باخي الفاضل. ها اخي الفاضل حبيب ما ادري ليه ما ارتحت له منك. شنو اخي الفاضل؟ اسمع دايم مو مره زين سام قلتها احس انا يا حبيب اخوك مدني يقولونها واجد جديد الكلمه يا حبيب اخوك ما ابا يا حبيب اخوك. ايه ايه هذه منتشره الحين. ايه يا حبيب اخوك ايوه الزهور عش عش لها مقالب اخرى يا حبيب اخوك اكيد اني حبيب اخوي شي طبيعي صحيح. ها شو انا ما احب الكلمات المبتذله اللي هي يا الامير يا اخوك ابن عمي ولد عمي اللي يجي ما اشوف الناس يعني آه يا رجال أسوأ منها اللي يقول يا ابو قلبي يا ابو قلبي يا ابو قلبي انتشرت اي انتشرت فتره يا ابو قلبي بدي امسك سكر يا ابو قلبي ابو قلبي والله ما بعد سمعتها ما بعد سمعتها هبات الظاهر لا والله هي هبات هي ترى تجي فتره كذا هبات كلمات جديده وكذا يا ابو قلبي يا الربع جواد بسوي لها جو في رمضان تلبس تحط على اللمبات؟ لا بجيب لها جلال رمضان جلال رمضان يا؟ إيه؟